مشاهدينا ومشاهدي الكاربة في كل العالم، أهلا بكم واللقاء الجديد مع ما وراء الأحداث. حلقة النهاردة الاثنين 9 سبتمبر 2013، والحقيقة دعوة في كل العالم، دعوة كان بدأها بابا الفاتيكان بالصلاة من أجل سوريا. الآلاف بل مئات الآلاف بيقال أنهم تجمعوا هناك في الساحة في كنيسة في الكاتدرائية هناك في الفاتيكان للصلاة من أجل السلام، من أجل السلام مش بس لسوريا لكن السلام للعالم كله. الحقيقة البابا فرانسيس ذكر كلمات من أروع الكلمات التي ذكرها، وهي أساسا كانت عرفنا أنها كانت كلمات قالها البابا بولس السادس في الأمم المتحدة في عام 1964 أثناء حرب فيتنام، وقداسة البابا فرانسيس رددها في اجتماع أو في تجمع مئات الآلاف من أجل الصلاة في 7 سبتمبر يوم السبت الماضي من أجل سوريا. إنها صرخة السلام، إنها صرخة تقول بقوة نريد عالما يسوده السلام، نريد أن نكون رجال ونساء سلام، نريد أن يكتشف مجتمعنا الذي شوهته الانقسامات والصراعات أن يكتشف السلام، لا للحرب أبدا. ده شعارنا الحقيقة، لا للحرب أبدا. بفكركم في بداية الحلقة وفي كل الفترة اللي جاية محتاجين، وبفكركم بالصلاة. الصلاة فعلا هي اللي هتصنع المستحيلات في هذا الزمن الذي نعيشه، في وسط كل الأخبار اللي بنعيشها هذه الأيام سواء كان في مصر أو في سوريا أو في العالم ككل، وإصرار أوباما بالرغم من أشياء كثيرة جدا بتقول له لا للحرب، لكنه واضح أنه مصر على أن تتم هذه الضربة لسوريا، وما يتعقب هذه الضربة زي ما قلنا هو ده اللي أسوأ ما سيكون. ورد الأسد عليه بأنه إذا حدثت ضربة لسوريا هيكون في ردود فعل مش هتتوقعوها. كل الأمور دي نتمنى إزاي نتلاشاها، بأن احنا كلنا نقول لا للحرب، كلنا فعلا نصلي بكل قوة من أجل ما يحدث في العالم كله. في مصر الحقيقة أمور كثيرة بتحدث من بعد كمان محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، إلى الآن نلاقي ضرب نار عشوائي في أماكن مختلفة. إعلان جبهة بتسمى جماعة بيت المقدس أعلنت عن مسؤوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية، وده الحقيقة نوع من أنواع، إحنا محدش عارف مين هي دلوقتي جماعة بيت المقدس، في ناس بتقول إنها تبع القاعدة. أمور كثيرة الحقيقة محتاجين إن احنا نلقي عليها الضوء في حلقتنا النهاردة. وخلينا في أول حلقتنا أعزائي المشاهدين نتواصل مع الدكتور سمير غطاس. دكتور سمير برحب بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك، أنا مش سامع حضرتك، أتمنى حضرتك تكون سامعني. طيب أنا الحقيقة الصوت واطي جدا في وداني، لكن طبعا دكتور سمير غطاس غني عن التعريف، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وهو أيضا خبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية، وإحنا محتاجين نتعرف على الجماعة دي. الحقيقة التساؤلات كثيرة جدا حول هذه الجماعة، جماعة بيت المقدس. هل كان في الداخلية عارفة عن الجماعة دي؟ الأمور كلها كانت يا ترى يعني في أي توقعات، في أي أمور من فحص المنطقة، منطقة التفجير، من بعض الفيديوهات اللي تم تقديمها للداخلية، هل يعني تم التوصل لده قبل أن تعلن هذه الجهة مسؤوليتها؟ الجهة دي بتقول إنها هتاخد طار المسلمين كلهم من اللي عملوا السيسي، وإنها كمان بتهيب المواطنين إن هم يبتعدوا عن أي تجمعات في منشآت حيوية لأنها بتهدد إنها تضرب أماكن تانية. طيب، وإن اعترفوا فعلا بأنه اللي قام بتنفيذ هذه العملية كان انتحاري، وفعلا الأشلاء اللي وجدت في مكان الانفجار بترجع لشخص بيقال أنه هو تبعهم. في ناس تاني بتقول أنه دول الناس اللي كان مرسي أفرج عنهم في بداية يعني أن مسك الحكم في مصر كرئيس لمصر. طيب، معلش اعزائي المشاهدين هنحاول نعود الاتصال مره اخرى بدكتور سمير غطاس، لكن طبعا زي ما بقول لحضراتكم احنا عندنا كمان على الجانب الاخر بالرغم من انه في اشياء مزعجه لسه منذ قليل جدا، كان في خبر بيقول ان في اطلاق نيران على سياره محمود بدر اللي هو مؤسس حركه تمرد، وكان بيقال انه تم الاستيلاء على سيارته وبعض الاوراق. ففي طبعا جانب مزعج وجانب من انواع التحذير وجانب من انواع ان في ناس كمان بتعمل توعيه للمواطنين المصريين ان انتوا تخلوا بالكم لو في اي حد سايب شنطه في اي حته، لو في عربيه راكنه صف تاني وعربيه شكلها مريب عن المنطقه المفروض الناس تبلغ. يعني في حملات مختلفه بتقوم وفي امور كثيره شويه مقلقه، لكن الحقيقه للجانب الاخر وفي سيناء هناك عمليات عسكريه ناجحه جدا للجيش المصري. الجيش المصري بينفذ اكبر عمليه في سيناء منذ عام 1973، هجوم نوعي وقوات خاصه وغطاء جوي وبحري لحصار الارهابيين. كذا عمليه
الحقيقة تمت بنجاح منذ يوم السبت إلى يومنا هذا. لجنة الخمسين ده برضو حاجات مبشرة بالخير جدا، بدأت اجتماعات لجنة الخمسين واجتمعوا في مجلس الشورى، عمرو موسى هو الرئيس لهذه اللجنة، لجنة الخمسين، مجدي يعقوب، منى ذوالفقار، كمال الهلباوي نوابا لرئيس لجنة الخمسين، جابر نصار مقرر عام، سلماوي متحدث رسمي عن باسم لجنة الخمسين. النهاردة كمان في حلقتنا هنشوف خلاف، يا ترى في خلاف حول تعديل الدستور أو البدء بإعداد دستور جديد. أيضا هناك استمرار للقبض على قيادات الإخوان، الفريق شفيق ظهر، الفريق أحمد شفيق ظهر على الساحة مرة أخرى ويعود إلى الواجهة بتصريحات مثيرة للجدل على قناة دريم، وأوباما يوشك على خسارة تصويت ضرب سوريا ولكنه مصر على هذه الضربة العسكرية، ودعوات له بسحب طلب تأييد الكونغرس قبل الفضيحة. وعندنا في الصعيد ما زالوا أقباط دلجة بيستغيثون الحقيقة، وما زالت هناك أمور كثيرة بتحدث في الصعيد عايزين نلقي الضوء عليها النهاردة بالنسبة للجزية التي يتم إجبار الأقباط على دفعها، وفي أمور تانية هنحاول نتطرق ليها بالنسبة للشأن القبطي. وأيضا هنعرض على حضراتكم كلمة رائعة للوفد الكونجرس اللي كان موجود في مصر، وقد إيه فعلا هذه الكلمة مؤثرة جدا، وكتير جدا كان تعليقهم عليها إنه يا جماعة أمريكا مش أوباما، وانه الكونجرس نفسه هذا الوفد من الكونجرس كان بيعلن كده انه الشعب الامريكي هو اللي بيقود الامور كلها، واهم حاجه ان الشعب الامريكي هو اللي يكون عنده الصوره الصحيحه، ومن يمثل الشعب هم الكونجرس او البرلمان والوفد اللي كان موجود في مصر هذه الايام. لو حبينا نقول على بيت المقدس واعلانها ليه، وموضوع بيت المقدس اللي اعلنت مسؤوليتها عن تفجير وبتهدد بانها تكون في تفجيرات أخرى، أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس إحدى الجماعات الجهادية مسؤوليتها عن محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يوم الخميس الماضي، ونشرت صورا، هنشوف دلوقتي بعض الصور للبيان اللي نشرته على الإنترنت، ونشرت صور كمان للحظة تفجير الموكب، ووعدت بنشر فيديو عن العملية. الجماعة قالت في البيان اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم، وهذا البيان كان تم نشره في الانترنت مساء الاحد، ان احد افرادها والذي قام بالعملية التي وصفتها بالاستشهادية مشيرة الى انها نفذت العملية انتقاما مما سمته مجازر دار الحرس الجمهوري وربع العدوية ورمسيس والاسكندرية. وناشدت الجماعة في بيانها المواطنين الابتعاد عن جميع المنشآت والمقار الخاصة بوزارتي الدفاع حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. وزي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين، دي بعض المقاطع اللي كانت نشرتها هذه الجهه بيوم الاحد على الانترنت، وبيان تبني محاوله اغتيال وزير الداخليه المصري، وعارضين بعض الصور من مكان الانفجار، وده هو نص البيان زي ما حضراتكم شايفينه قدامكم. لكن زي ما بنقول ان احنا مش هنتكلم قوي، هنحاول نلقي الضوء على ما بعد هذا البيان، هل يا ترى هناك صحة لهذه الأقاويل ولا لا؟ وهو ده اللي هنحاول ندرسه، ومن خلال أيضا وجود ضيوف كرام معانا النهاردة هنحاول نتعرف على ما وراء هذا البيان. الداخلية بتدرس صحة بيان أنصار بيت المقدس حول محاولة اغتيال الوزير. أكد مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تعمل حاليا على فحص هذا البيان الصادر عن جماعة أنصار بيت المقدس الذي أعلنت خلاله مسؤوليتها عن محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واستهداف موكبه في مدينة نصر. ردود الافعال اللي من الاخوان كانت بتتوالى بشكل غريب، انا يمكن تطرقت لرد فعل محسوب المره الحلقه الماضيه يوم الجمعه، وقلت لحضراتكم من الكلام اللي كان قاله بيحاول يشير الى ان الاقباط ممكن هم اللي يكونوا نفذوا هذه العمليه. طب يا سيدي الحمد لله ردوا عليك، هم الجهاديين وباسم الاسلام ودفاع عن الاسلام ايضا نفذوا هذه العمليه، وبيقولوا لسه هننفذ عمليات تانية. العوى بقى كان ليه الحقيقه شيء غريب جدا الحقيقه، وبيقول لك اتهام الاخوان ده بمحاوله اغتيال وزير الداخليه شيء مضحك، مش عارفه بصراحه مضحك من ناحيه ايه، وهم من ساعه فض اعتصام رابعه من يوم الفض واحنا عايشين دلوقتي في مجازر وفي حرائق وفي بلاوي ناتجه من هذه الجماعه، جماعه الاخوان المجرمين فعلا. يعني الدكتور سليم العوا بيقول لك ان اتهام تيار الاسلام السياسي او جماعه الاخوان المسلمين بمحاوله اغتيال محمد ابراهيم شيء مضحك. طب حضرتك تقول ايه لما الجماعه دي بيقال ان هي الجماعه افظع جماعه ممثله لحماس، اللي هي حماس جماعه انصار المقدس دي، اللي هي حماس اساسا الدراع العسكري لجماعه الاخوان المسلمين. حضرتك بقى شكلك ايه بقى؟ مين اللي شكله مضحك ولا شيء مضحك دلوقتي؟ تالي انت يا سليم العوا.
سامح سيف اليزل بيقول رسالة أنصار بيت المقدس لابد أن تؤخذ بجدية، والمترو والمنشآت الحيوية الهدف القادم للإرهاب. طالب اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي والأمني بضرورة أخذ رسالة جماعة أنصار بيت المقدس بجدية، موضحا أن الأشلاء التي بدت منتشرة في مداخل بعض العمارات والبلكونات يدل بما لا يرقى للشك عملية علميا بأنها لمنفذ العملية، لأنه موجود في ما يسمى ببؤرة الانفجار وليس من المرة في الشارع. أضاف أن الفترة القادمة سوف تشهد استمرار محاولة استهداف الشخصيات السياسية، ودي بقول لحضراتكم منذ قليل كانت محاولة استهداف محمود بدر ممثل عن حملة تمرد، وعلى فكرة هم من الواضح أن هم بيشيروا إلى استهداف كل من ظهروا حين عزل مرسي يوم 3 يوليو، ومن بينهم هيكون السيسي، قداسة البابا تودروس، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الممثل، يعني كل من كانوا متواجدين في هذا البيان اللي تم إعلانه بعزل مرسي أعتقد أن هم مستهدفين على رأس القائمة. بيقول اللواء سامح سيف اليزل بأنه فعلا الفترة القادمة هتشهد محاولة استهداف شخصيات سياسية بارزة كان لها أثر فعال وإيجابي في نجاح ثورة 30 يونيو، بالإضافة لمحاولة تنفيذ عمليات إجرامية باستهداف المنشآت الحيوية عن طريق استخدام السيارات المفخخة، بالإضافة إلى استهداف العناصر الشرطية. والحقيقة يعني إحنا بنقول الكلام ده مش عشان الناس تقلق، لكن إنه معروف إنه الوقت اللي جاي، ويمكن هنا ظهرت بقى ليه كان عبد الفتاح السيسي كان طلب التفويض من الناس لمحاربة الإرهاب. هو ده الإرهاب اللي كان بيتوقعه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، اللي كان طالب من الناس إنها تنزل علشان تديله تفويض لمحاربة هذا النوع من الإرهاب. وهذا النوع من الإرهاب هياخد وقت الحقيقة، مش هيكون سهل، عشان كده بنقول إن إحنا كلنا لازم يكون عندنا وعي كافي لكل الأمور القادمة على مصر. عمرو أديب كان له الحقيقة تعليقات. الحقيقة حلقة الأمس لعمرو أديب كانت حلقة قوية جدا، كان عاملها حلقة توعية، اتكلم عن الرمز كمان اللي هم بياخدينه رابعة، الرمز بتاع رابعة، وكشف النقاب ايضا عن امور كتيره الناس كلها بتتكلم عنها في هذا الامر، حاجات كتيره قوي كان قالها عمرو اديب. فخلينا نسمع من مع بعض برضو تعليق عمرو اديب على موضوع اعلان بيت المقدس مسؤوليتها. مسلمين عام الاعتذار، الله، اعتذار الكلمه دي مش موجوده في حته خالص. للمسلمين عامه ولاقارب الشهداء خاصه عن عدم قتل هذا الطاغوت المجرم هذه المرة، ونعيدهم بأن صولات المجاهدين ستتكرر علي وعلى أمثاله من أئمة الكفر. أنا ما أعرفش في تاريخ الاغتيال حد حاولوا يغتالوه مرتين. ما سمعتش. مرتين لأ. يعني ما عرفت، ما شفتهاش. لو وزير ده إحنا عندنا تواريخ الاغتيالات من أيام الخزندار. اما كان نازل يحكم قبل الثوره، قبل ثوره 52 نازل يحكم على الاخوان المسلمين فقتلوه. من يوميه لغايه النهارده ما اعرفش حد حاولوا يقتلوه مرتين، بس دي جديده. واخيرا نطلب من امتنا المسلمه في مصر بسلوك هدي نبيها في مدافعه الباطل، وقال تعالى: الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا تهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون جماعة أنصار بيت المقدس. شيء محير جدا جدا. إخواني على جهادي على تكفيري على سلفي على، مش فاهم إيه الحكاية. قاعدة يعني ما فهمتش بالظبط ايه الموضوع، يعني ما قدرتش اوصل للناس دي بالظبط وراها مين ولا عايزين. طيب يعني الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم يعني في جدل كبير حول هذه الجماعة وانتماءاتها، لكن خلينا ممكن نشوف في الفيديو لمن هي جماعة أنصار بيت المقدس. صلاح الدين حسن كان في الهاتف وهو باحث في شؤون الحركات الإسلامية في إحدى القنوات الفضائية، وقال إن جماعة أنصار بيت المقدس أو أكناف بيت المقدس جماعة مبثقة من تنظيم يسمى مجلس شورى المجاهدين. إحنا بنحاول أيضا نتواصل مع دكتور
الدكتور سمير غطاس، بس واضح طبعا هو عنده لقاءات في كثير من القنوات، واحنا ان لم نتمكن بالتواصل مع دكتور سمير معنا على الهاتف جبنا برضو حضرنا لحضراتكم لقائه اليوم مع صباح اون، والتعليق اللي كان قاله بالنسبه لهذه الجماعه ايضا، لانه الكل اليوم بيحاول معرفه من هي هذه الجماعه، ما هي انتماءاتها وما الى غير ذلك. نشوف مع بعض راي صلاح الدين حسن الصحفي والباحث في شؤون الحركات الاسلاميه. المقدس او حسب التسمية الثانية لها اكناس بيت المقدس هي جماعة منبثقة من تنظيم يسمى مجلس شورى للمجاهدين، اعلنت عن نفسها بعد الثورة، ثورة يناير، بعد تبنيها لمسؤوليتها عن ضرب خطوط الغاز المتجهة عبر الأردن الحدود المصرية لإسرائيل. وفي البداية كانت التنظيم في بياناته، لما كنا بناخد بياناته ونحللها كان بيتكلم عن أنه خارج دائرة الصراع السياسي الموجود في مصر، لأنه بيعتبر كل الأطراف الموجودة أطراف يعني كافرة ارتبط بالعملية الديمقراطية، احتكمت إلى الصناديق، ومن ثم فهي تحتكم إلى غير شرع الله، وبالتالي فهي يصدق عليها الكفر العام دون الكفر الخاص. علشان كده البيان يا فندم مكتوب عليه غزوة الثأر لمسلمي مصر، البيان اللي احنا حاطينه التطور اللي حصل. انا بقول لحضرتك ده نشأة التنظيم، اعلن عن نفسه في البداية كأنه تنظيم خارج دائرة الصراع الموجود. وكانت البيانات السلفية الجهادية في سيناء وهو التيار العام اللي بيحتضن كل هذه التنظيمات كانت بتصدر في هذا السياق أيضا، أنه لا ناقة له ولا جمل فيما يحدث في القاهرة من صراعات وخلافات بين القوى السياسية. ظل هذا التنظيم ينفي ويتبرأ من عملية قتل الجنود الأولى في رفح، وقال إن هذا ليس أسلوبه وأن هؤلاء الجنود ليسوا مستهدفين. لكن في نفس الوقت بعد 30 يونيو أصدروا بيان قالوا فيه إنهم بيكفروا الجيش المصري، وإنهم بيعتبروا إن الجيش المصري يخدم الطاغوت، ومن ثم فهو جيش مرتد. هذا البيان كان بمثابة إعلان حرب على الجيش المصري بعد 30 يونيو. لكن لماذا بعد 30 يونيو يا أستاذ أماني؟ هم فعلا صادقين في تكفيرهم للنظم وتكفيرهم حتى للجماعات الإسلامية زي الإخوان وزي السلفيين. صادقين بمعنى لكن أخطر ما فعله الدكتور مرسي إنه بعد توليه الحكم أرسل الوفود ومندوبين إلى هذه الجماعات في سيناء وعقد معهم صفقة بمقتضاها لا يتعرض الدولة المصرية ولا الجيش المصري لهؤلاء الإرهابيين، مقابل عدم إحراج الدكتور مرسي وعدم إرباك المشهد السياسي. وهنا لما أنا سألت أحد المصادر في مؤسسة الرئاسة في الوقت ده ليه الدكتور مرسي بيتفاوض وبيرسل وفود للجهاديين، فقال انه دكتور مرسي عنده شك كبير جدا في الجيش المصري او في قيادات الجيش المصري، وانها تسعى الى الوقيعة او قد تسعى الى احداث مشكلات على الحدود مع اسرائيل، فتتسبب في اشتباكات بين زي ما ده رأي آخر حضراتكم أعزائي المشاهدين. ولو أخدتوا بالكم تعرفوا إنه في إنه هنا بيثير رأي بإنه هذه الجماعات الجهادية ضد العمل السياسي للإخوان، وإن محمد مرسي كان بيحاول يحيدهم
وعمل لقاء معاهم، وهو أفرج كمان عن كتير منهم كانوا في السجون في مقابل ان هم ما يحرجوهوش، وفي مقابل وعود بقى بامور اخرى ما نعرفهاش لكن هنعرفها تعرف اكيد من التحقيقات المستمره هذه الايام مع المعزول مرسي، واللي بدات ايضا تظهر بعض يعني بعض الامور الاوليه عن هذه التحقيقات في جريده الوطن، ويعني هنحاول برضو اثناء حلقتنا نعرف حضراتكم عن مسار هذه التحقيقات. لكن لعدم توصلنا لايضا الدكتور سمير غطاس، هنعرض على حضراتكم زي ما قلت لحضراتكم اللقاء اللي كان ايضا في صباح اون النهارده صباحا، ونسمع برضو وجهه نظره لمن هم هذه الجماعه، وايضا هل هم صادقين، والجماعات اللي في غزه وسيناء هل هي هنا راي تاني بقى انها مخترقه من اسرائيل وانها بتعمل تحت مظله وتعاون مع اسرائيل. ولمن اكد العلاقه بين اسرائيل وبين الصاعد، ان الصاعد لم تقم باي عمليات الا بعض العمليات الطفيفه التي قامت بها في بعض الكنس في تركيا وغيرها للمساهمه في تهجير اليهود الى اسرائيل، والقاعده هي التي نفذت عمليه في 82 قبل عام 82 في لندن في السفير البريطاني محاوله فاشله لاغتيال اسرائيل لتبرر لاسرائيل او لتعطي اسرائيل ذريعه اجتياح لبنان. هذه مساله ثابته، وانا ربما كتبت هذا الكلام في منذ 2003 و2008 في مصر اليوم عده مقالات يعني مكتوبه ومسجله. هذه واحده. اثنين، انه هناك اختراق اسرائيلي لهذه الجماعات. انا متاكد تماما ان كل الجماعات، عشان ما نعممش بس، اغلب الجماعات الارهابيه الموجوده سواء في غزه او في سيناء ان هناك اختراقا اسرائيليا، واستطيع ان اؤكد ذلك بكثير من المعلومات الدقيقه. لكن هذه مساله ربما تحتاج الى يعني لقاء مستفيض مع حضرتك في هذه القناه. هناك اختراق اسرائيلي، انا متاكد، وان هذه الجماعات ربما تعمل اهدافها لصالح المشروع الاسرائيلي ولصالح مخططات. المساله الاهم هو انني ذكرت معك بالامس وربما في الان سابق تحدثنا عن مجلس شورى المجاهدين اكناف بيت المقدس والبيان الذي اصدره في 18/8 سنة 2012، والذي هدد فيه بأنه إذا ما الجيش لاحقه فإنه سينقل عملياته إلى القاهرة أو إلى قناة السويس. وبالأمس أصدر هذه الجماعة بيانا تحمل فيه مسؤولية محاولة اغتيال وزير الداخلية، وهو ما يؤكد أن هذه الجماعة المرتبطة بالقاعدة والتي تخدم أهداف الإخوان المسلمين، وهناك علاقة وثيقة بين الإخوان المسلمين وبين تنظيم القاعدة وبين هذه الجماعة التي أشرت أنها متماثلة مع القاعدة، هي هنا هذا أمر مؤكد أيضا. المسألة الثالثة هو الفيديو بتاع خلية مدينة نصر. خلية مدينة نصر أردت من الأمس الإشارة إليه، هو المصافحة التي أجراها محمد الظواهري الشقيق أيمن الظواهري الذي عفى عنه الرئيس محمد مرسي وهو المسؤول السياسي العقائدي لجماعة القاعدة في مصر وليس المسؤول العسكري، وهو الذي زار هذه الخلية أو قام بحضور هذه الجلسة وصافح قياداتها، وكان قد أعلن مرة قبل ذلك والتصريح موجود أنه إذا ما حاول الجيش القيام بعمليات ضد الجماعات السلفية الإرهابية في سيناء فإن هذا قد يؤدي إلى فصل سيناء، أي إقامة إمارة إسلامية فيها. ما أريد أن أقوله باختصار هو أنه الأحداث المتتالية تثبت بلا أي أدنى شك أن هناك علاقة وثيقة ما بين التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة الذي تستخدمه بالأصالة والوكالة لتنفيذ هذه العمليات الإرهابية. وربما العمليات التي قام بها الجيش امبارح في سيناء وضبط عدد كبير من الأسلحة وخاصة الأحزمة الناسفة وأجهزة التحكم عن بعد للتفكير إلى آخره تثبت وتؤكد هذه العلاقة الآثمة التي بإذن الله سوف تتصل. زي ما سمعتوا اعزائي المشاهدين، يبقى الاراء اللي كلها بتتمحور على انه في تعاون بقى، تعاون مع اسرائيل، وكان الصديق الحميم طبعا شيمون بريز للمعزول مرسي، وانه في اراء بتقول كده زي ما بيقول دكتور سمير غطاس انه في نوع من انواع ايضا التعاون مع اسرائيل من هذه الجماعات الجهاديه، وبما فيها ان ايضا هذه الجماعات مع جماعه الاخوان المسلمين مع القاعده هم من نفذوا كل هذا مع بعضهم. في اراء كثيره جدا زي ما قلت لحضرتك
طياراتكم منع. لفت نظري أيضا من جريدة الوطن رأي لنبيل نعيم. الحقيقة نبيل نعيم يمكن أعزائي المشاهدين من أكتر، هو كان مسؤول عن إنشاء الجهادية في مصر في الفترة اللي فاتت، والحقيقة الجماعة الجهادية وهو هذه الأيام بيتحدث مع كثير من القنوات عن أمور كثيرة يمكن بنقول إن هي بتكون مفاجأة شوية. نبيل نعيم هو قيادي جهادي سابق، حلل محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم ببعض الأمور كده اللي عايزة أعرضها على حضراتكم، وممكن أيضا زميلي هيلاقي الخبر في الوطن، جريدة الوطن. هي جريدة الوطن النهاردة متميزة بنشر تحقيقات مع مرسي، وأيضا بنشر أمور كثيرة ومجمعة بعض الآراء الكثيرة من حول موضوع تبني جماعة بيت المقدس هذه العملية. نعيم بيقول انه يعني فور وقوعها بتدبر جماعه، انها بتدبير جماعه من غزه او حركه حماس، لان دي طريقتهم، مشيرا الى جماعه ان جماعه بيت المقدس اصلها من غزه. وقال نعيم، وده كانت في مداخله هاتفيه ايضا لبرنامج هنا العاصمه، ان الرئيس محمد مرسي كان اصدر بالعفو عن بقرارات بالعفو عن عدد كبير من القيادات الجهاديه، وكان جهاز امن الدوله معترض على هذا العفو، مضيفا ان من عفى عنهم راي مرسي ومن هرب من السجون هم من خططوا لهذه العمليه. وانا كنت بقول لحضراتكم ان كان في راي بيقول هذا الكلام، اتضح ان هذا الراي هو لنبيل نعيم. نبيل نعيم الحقيقه الفتره دي كان بيحلل حاجات كتير من تحركات الاخوان وامور كثيره جدا، وزي ما بقول لحضراتكم بتلجا اليه كثير من القنوات الفضائيه لان هو عنده خبره في هذه الامور وهو قيادي جهادي سابق. وبيقول ان تاخر صدور بيان سببه اطمئنان الجماعه على وجود منفذي العمليه في اماكن آمنة. يعني البيان اتأخر، ما جاش بسرعة، ليه؟ علشان خاطر انه كان بيطمنوا انه كل اللي نفذوا هذه العملية في امان، وبالتالي لما تعلن هذه الجماعة مسؤوليتها عن الحادث يبقى كده هم مطمنين ان القوات مش الداخلية مش هتقبض على عليهم. زي ما بنقول برضو انه العمليات، الدكتور سمير غطاس كان ربط الامور دي بالعمليات اللي بتحصل بنجاح دلوقتي من الجيش المصري في منطقة سيناء، وانه اكبر عملية عسكرية كانت الايام اللي فاتت منذ، وكانت هجوم زي ما قلنا نوعي وقوات خاصة وغطاء جوي وبحري لحصار الارهابيين، ودي انطلقت في الساعات الاولى من فجر السبت، قيام قوات الجيش بتطوير الهجوم على العناصر الارهابية بسيناء، وهو ما يمكن اعتباره وفقا لتعبير مصدر عسكري مطلع انه تغييرا نوعيا وكيفيا في القوات المشاركه. واكد المصدر ان زياره الفريق صدقي صبحي رئيس اركان حرب القوات المسلحه الاسبوع الماضي لسيناء كانت لوضع اللمسات النهائيه على الخطه العسكريه التي يشرف بنفسها على تنفيذ خطواتها، ويتابع كل تفاصيلها القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول عبد الفتاح السيسي، وبيتلقى تقارير على مدار الساعه حول المواجهات الميدانية. اللي حصل ان القوات المسلحة والشرطة قامت بمداهمة وتدمير 118 بؤرة تتمركز بها العناصر الإرهابية المسلحة. تمكنت ايضا قواتنا المسلحة من تدمير 3 مخازن للأسلحة تضم كميات من الأسلحة والذخائر والأحزمة الناسفة والعبوات الشديدة الانفجار. ايضا تم تدمير 33 عربية مجهزة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة استخدمتها هذه العناصر في مهاجمة الكمائن والنقاط الأمنية للجيش والشرطة في سيناء. أسفرت المداهمات أيضا عن قتل 9 من العناصر الإرهابية الخطرة بعد تبادل لإطلاق النيران مع قواتنا المسلحة. تم ضبط 9 آخرين جاري عرضهم على الأجهزة الأمنية المختصة لمباشرة التحقيق معهم، فيما قامت القوات بفرض طوق أمني على تلك القرى لمنع هروب العناصر الإرهابية. إحنا معانا حد على الهاتف؟ طيب. كان في كمان إحباط محاولة تهريب 39 توب قماش. ما زالت الحقيقة العمليات دي، أنا أسفة معلش أعزائي المشاهدين، إحنا بنحاول معاكم نطلع دي من صوت من الوطن. العملية اللي كانت أيضا ما زالت محاولة اختفاء هؤلاء الأشخاص في ملابس عسكرية، وده برضو يخلينا نتوخى الحذر جيدا جدا. وأعلننا من أول الإعلان ومن أول الموضوع بالنسبة لي محاربة هذه العناصر او ان احنا نتكتف جميعا ضد هذا الارهاب، انه خلوا بالكم انه في كتير جدا، وقبل كده قلنا تم القبض على ناس كانوا بيصوروا فيلم بطريقة بانه قوات من الجيش بتضرب ملتحي والكلام ده كله. فمن فضلكم ناخد بالنا ان مش كل حد لابس لبس قوات مسلحة وبيعمل اعمال خارجة عن القانون ان ده ممكن يكون
حقيقي من القوات المسلحه، وكانوا نوهوا ايضا ان احنا من حقنا ان احنا نشوف كارنيهات هؤلاء الناس، وان الناس دي مش هتتاخر عن هذا. الجمارك بورسعيد بالتعاون مع ضباط هيئه الرقابه الاداريه تمكنت من احباط محاوله تهريب 39 طوب قماش مموع خاص بملابس رجال الصاعقه المصريه قبل تهريبها داخل البلاد عبر سيناء، عبر ميناء بورسعيد، والقادمه من دول الصين لصالح احد المصانع. تم التحفظ على المضبوطات وتم اختار النيابه العامه. في كمان العثور على صواريخ سام 7 جويه ومخازن اسلحه ومعدات رؤيه ليليه. الحقيقه احنا بنحيي ونقدر مجهودات القوات المسلحه بشكل كبير جدا، وقد ايه فعلا يمكن لو حضراتكم اللي متابع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يلاقي فعلا قد ايه تحيه وتقدير من كتير جدا من رواد الفيسبوك لقواتنا المسلحه لهذه العمليات القويه اللي زي ما بنقول منذ 73 ما كانتش اتنفذت عمليات بهذا القدر او بهذه الكفاءه. ايضا تم العثور على صواريخ سام 7 جويه ومخازن اسلحه ومعدات رؤيه ليليه. وفين بقى وكلامنا للدكتور سليم العوه؟ دايما لما بيجي ان الحاجات دي لانها دايما في مسجد بنقول لسليم العوه مين اللي عندهم الاسلحه يا دكتور سليم؟ يلي انت بتقول شيء مضحك، شيء مضحك ان انت المفروض الحقيقه يعني تبطل ظهور اساسا. يعني بصراحه دي تلاقوها، لقوا كل الكميات دي باحد مساجد الشيخ زويد شمال سيناء. كل ساعه وكل دقيقة هنقول تسلم الأيادي لجيش بلادي، سينا بتتطهر ومن وراها مصر. توني بلير بيقول، وده تم اعترافات قوية جدا بهذا الأمر، والحقيقة كله غير رأيه وكله قال الحقيقة، ونشكر ربنا أنه ده وصلنا لهذه الأمور. توني بلير بيقول الجيش المصري حافظ على هوية بلاده وما قام به كان مطلوبا. رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير بيقول أنه يؤيد تماما ما قامت به القوات المسلحة المصرية في مصر حفاظا على الهوية المنفتحة، ومقارنة بالرؤية المنغلقة التي كان يتبناها الإخوان المسلمين والمسار الذي كانوا ينمون أن تنخرط مصر فيه، حسبما ذكر بيان للمكتب الإعلامي المصري في طوكيو. وده يخلينا ايضا نذكر النواب الامريكيين اللي كانوا موجودين في مصر وبيشيدوا بالجيش المصري ويشبهون السيسي بجورج واشنطن. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن نوابا أمريكيين أشادوا بالجيش المصري وشكروه على موقفه المنحاز للشعب في 3 يوليو، فضلا عن حملاته المستمرة ضد الإرهاب. وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن 3 نواب أمريكيين هم ميتشيل باتشمان، ستيفن كانج، لوي جوهمرت، نشروا شريط فيديو أمس، وده اللي هنعرضه على حضراتكم بعد قليل، عقب ساعات من اجتماعهم مع وزير الدفاع المصرية والفريق أول عبد الفتاح السيسي وأيضا قداسة البابا تودروس، حيث كانت هذه الزيارة تهدف إلى تفهم متعمق للأوضاع في مصر. وخلينا نستمع الحقيقة وبكل يعني بكل سعادة بنفخر بأن هذا الكلام بيؤكد على فكرة أنهم يعترفون بأن جماعة أن الأمريكان، أن المواطنين الأمريكان، ملناش دعوة بقى بأوباما، المواطنين الأمريكيين على لسان يعني الممثل ليهم هؤلاء الأعضاء من البرلمان بيعترفوا وبكل قوة وبكل ثقة جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. نستمع لهذا الجزء الرائع من كلام هؤلاء النواب اللي شرفونا في مصر الأيام الماضية. And it has been wonderful to be here in Egypt, be here in Cairo, where so much of the history of humanity has found origins. So it's great to be here, and I must confess, I have been someone who is very skeptical in Washington about providing military arms, F-16s, tanks, money to Egypt, because I knew that there was a Muslim Brotherhood member, although he said he was a former member, but Morsi was in charge of the country. I was not in favor of providing money and arms to a country run by a former or present Muslim Brotherhood member. I have been extremely encouraged as we've met with the interim president, with General al-Sisi, and so many other of the leaders of this country, numerous leaders. It's just really been encouraging. But one of the things that we've seen and that encourages me, we met with for a long meeting, General al-Sisi and many of the military leaders. And my friend Steve King mentioned again about our heritage in America. George Washington, doing what no one had ever done before him, led a military in revolution
won the revolution, and then resigned and went home. No one had ever done that today. And we met in General al-Sisi, a man who was leader of the military, who might have a shot at being elected president, but is more concerned about giving his life to help his country, Egypt. This is a country America needs to be very good friends with now and encourage this incredible step down the road of liberty. I was reminded of the words of Thomas Paine. He said, in America, law is king, Thomas Paine being one of our founders. He said, even the most powerful can't place themselves above it. The weakest are never beneath its protection, and no corrupt institution is too big to fail. Those were words from a founder in the United States, and they certainly seem to apply here in Egypt now. Yes, we've seen another bombing this week by the bloodthirsty Muslim brothers who want to destabilize things here, who want that large caliphate to expand, and yet the people of Egypt rose up and made clear to the world, we're not going to have this. We don't want radical Islamists controlling the country. And to know that right here in Egypt, you had moderate Muslims, you had Christians, you had Jews, you had secularists coming to the streets in millions and millions, historic numbers, all peacefully to say, we want to live in peace, we want to live with liberty, and this means no radical Islamists running this country. We had heard that the Sinai was being fixed by President Morsi. We find out more information and find he was loading it up with weapons and creating a very destabilizing situation. The military is stepping in and they're attempting to fix that. But it is so encouraging to know that those who do not want radical Islam, that just want to live in liberty and peace with their neighbors, have taken over it. In this country. It was so encouraging to know there is a roadmap. There will be elections and there will be newly elected leaders, not this time a rammed through Muslim Brotherhood, but this time people who want to live and let live and allow liberty, and that will, by doing so, allow Egypt to see a glimpse again of its former greatness. Now, I love what Jefferson said. Thomas Jefferson is one of our founders in the United States. He said, I have sworn upon the altar of God eternal hostility to every form of tyranny over the minds of men. That's what we saw in the military leaders. That's what we saw in the secular leaders of this country, the leaders of the civil government. This is so encouraging. So I know that all three of us have talked, and with other colleagues, and we want to go back and encourage our country. Let's help this ally. Egypt is an ally. This is someone that we can trust. This is someone that we can work with. This is someone who can be a partner in the war against those who would seek to rule with terror. I'm just greatly blessed and encouraged, and really to see even the thoughts of forgiveness and love from the Coptic Christian Pope today and all of those with whom he works, and the kind comments about the Muslims who have been so supportive, and then to hear from moderate Muslims who just want to live in peace. This is a good time. There's going to be growing pains, just as there were in America. There's going to be more violence, more bombings like we've seen this week, because the radical Muslim Brotherhood will not want to give up Egypt without a big fight. Stand strong, Egypt. Stand firm. Don't weaken in your resolve. You have friends that want to see you back on the world stage again. احنا بنشكر الحقيقه العضو الكونجرس لوي جومرت لانه الحقيقه قال كلام رائع جدا 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 واكثر من رائع، بل كمان اعلن عن انه تحفظه واخرين عن ارسال المعونه في وجود مرسي كممثل للاخوان الارهابيين.
كان في رد الميشيل كمان على هذا الكلام، وكانت ذكرت الأسئلة اللي بيطرحها الشعب المصري، لماذا أوباما بيدعم الإخوان المسلمين، وردت رد حلو قوي على الموضوع ده. وأيضا من أقوى الردود أيضا السؤال اللي كان، هل بتعترفوا دلوقتي أنه اللي حصل ده ثورة شعبية ولا انقلاب عسكري؟ وردت وقالت أن ثورة شعبية. لكن خلوني كمان، أن قداسة البابا طاووس كان من ضمن اللي زاروهم هذا الوفد، وقداسة البابا طاووس شكر أعضاء الوفد على مبادرتهم بالاهتمام والتحقق من وقائع الأحداث الأخيرة في مصر والتي أثرت على المجتمع المصري والكنيسة القبطية واستهدفت الأقباط المسيحيين على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن الإعلام الغربي تجاهل هذه الحقيقة بصورة مستمرة. قعدوا مع قداسة البابا طاووس، وقداسة البابا الحقيقة أظهر لهم كل الحقائق، وهي أنه وفقا لآخر الإحصائيات تم الاعتداء على 82 كنيسة عقب قيام قوات الأمن بفض اعتصامي الإخوان المسلمين في منطقة رابعة العدوية. إحنا قلنا 82 كنيسة ومنشأة مسيحية، ما بين مدارس، ما بين ملاجئ، ما بين دار كتاب مقدس. والحقيقة كل هذا الكلام كان وضحه قداسة البابا طاووس للوفد. وأيضا اللي حصل كمان، تم تدمير 32 كنيسة منها بالكامل، بالإضافة إلى نهب وإحراق عدد كبير من منازل ومحال تجارية مملوكة للأقباط. أكد البابا طاووس دعمه القوي للحكومة المصرية والشرطة والثورة المصرية التي تهدف إلى بناء مجتمع ديمقراطي مدني يتمتع في كل المواطنين المصريين بحماية القانون وحرية العبادة، مضيفا أن للحرية ثمن غال، وأن حرق الكنائس هو جزء من هذا الثمن نقدمه لبلادنا بصبر وحب. يعني أكد للوفد هذا الكلام أيضا، وعبر عن امتنانه لأعضاء الوفد لالتزامهم القوي التزامهم القوي بالديمقراطية والإنصاف، فضلا عن دعمهم للشعب المصري. ونستمع لكلام ميشيل في هذا السياق أيضا، وردها على كل التساؤلات المطروحة بالشعب المصري. يعني قد إيه ده بيؤكد أن هذا الوفد الممثل في هؤلاء الثلاثة العظماء من أعضاء الكونجرس عارف الحقيقة بالكامل، وبيطمننا أن الشعب الأمريكي اللي هم ممثلين عنهم عارف الحقيقة وبيدعم الشعب المصري، وطلبوا بالدعم أيضا وبالمعونة وبالأسلحة وبكل شيء بالنسبة لمصر، والتعاون المصري الأمريكي أنه سيستمر رغما عن أي حد. بقى نسمعهم، نسمع ميشيل. Question: whether or not what happened by all of you, the Egyptian people, the 30 million who gathered in the streets to cry out again for freedom, was this a coup or was this a continuation of the revolution? Our opinion, my opinion, is that this was not a coup. This was merely a time when the people of Egypt gave their voice loud and clear, beginning and continuing the revolution that began originally in Tahrir Square. You are a people who love liberty, and you are a people with a 7,000-year history that we respect and that we admire. هو كان قبل التعليق ده لازم اقول لحضراتكم تعليق اوباما، بس الحقيقه احنا هنحاول اذا قدرنا يعني ناخد الجزء ده بتاع كلامها عن اوباما. باختصار بيأكد انه كلام الاعضاء الثلاثه انه اوباما مش هو امريكا، وده اللي لازم نثق فيه. اوباما مش هو امريكا، الحكم والنظام الامريكي لا يسمح لانه الرئيس هو اللي بيبقى متسلط على كل شيء. الكونجرس الامريكي الحقيقه له تأثير كبير جدا هنا في أمريكا. إذا كان موضوع سوريا، يعني لو حبينا نتكلم، هو كان أوباما عايز تدعيم من يعني من الكونجرس علشان يقوم بالضربة العسكرية، لكن من الواضح كده إنه المؤشرات إلى الآن بتقول إن هم مش هيسمحوا له بده. لكن الموضوع مختلف بالنسبة لمصر كده، الكونجرس اعترف الحقيقة بأنه الموضوع لم يكن يعني انقلاب، وأنه ثورة حقيقية، وأنه كون أوباما طلع عنه كلام، هم مدركين كويس قوي رأي الشعب المصري إيه في أوباما، ومدركين اليافطات اللي كانت موجودة واضح إن هم شافوها، اللي هي بتقول إن أوباما بيرعى الإرهاب وإنه علامات الاستفهام. وأعتقد إن ده الكونجرس هيحط الحاجات دي كلها جنب بعضيها، واكيد هتكون في امور هتؤخذ في القريب العاجل ان شاء الله، هنشوف يعني. لكن عموما احنا بنشكرهم على زيارتهم، بنشكرهم على هذا الكلام الرائع، وان شاء الله يعني يتم بقى الاعتراف بمصر من مصر، مش بس من اعضاء الكونجرس الامريكي، انه هذه الجماعه جماعه ارهابيه. لغايه دلوقتي مش قادرين يعني حتى ياخدوا قرار حاسم بموضوع حل الجمعيه، لكن هي بطيله اساسا منذ انشائها. لو حبينا نخرج من هذا الأمر للدستور وما يحدث في جماعة مجموعة الخمسين اللي المفروض أنها مفوضة عن الشعب المصري الآن، هنشوف يا ترى هيتعدل الدستور
بس مجرد تعديلات ولا هيكون في دستور جديد ولا ايه اللي هيحصل؟ ومعانا ومع حضراتكم الان اعزائي المشاهدين استاذ صلاح الدسوقي وهو عضو لجنه الخمسين. استاذ صلاح برحب بحضرتك معانا. استاذ صلاح. اهلا بحضرتك يا فندم، اتمنى تكون حضرتك سامعني، انا مش سامع برضو معلش. هو بس الصوت مقطع، انا مش قادر اسمع كويس. معلش طبعا احنا ان شاء الله هيتم تصليح هذا الامر، انا سامع حضرتك كويس دلوقتي. تمام. طيب استاذ صلاح احنا عايزين نسمع من حضرتك الحقيقه ما تم في اجتماع لجنه الخمسين اليوم، واهم سؤال مطروح الحقيقه والشعب المصري عايز يعرفه، يا ترى هيكون في اتفاق على اعداد دستور جديد ام فقط تعديل للدستور اللي هو بنسميه دلوقتي دستور الاخوان طبعا من 2012؟ في اربع اجتماع كان في غالبه اجتماع اجرائي خاص بالاتفاق على لائحه عمل لجنه الخمسين وتشكيل اللجان الفرعيه والجدول الزمني للجنه وكده. تمام. في اجواء الاجتماع الاول يعني انه الناس مسلحين بروح ثوره 25 يناير و30 يونيو، وان هم يعني في اقناع كبير جدا من اعضاء اللجنه مهتمين بقضايا العداله الاجتماعيه والحريات السياسيه والمقومات الاساسيه للمجتمع ونظام الحكم والدوله ودور الجهاز السلطه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه، كل ده موجود. وبالتالي تم تشكيل خمس لجان فرعيه، ثلاثة منهم بتناول هذه الموضوعات الرئيسية بالإضافة إلى لجنة للصياغة ولجنة للتواصل الاجتماعي والتعرف على اتجاهات المجتمع تجاه هذه الوثيقة الأساسية اللي هي بتمثل العقد أو وثيقة العلاقة بين السلطة وبين الشعب. فكان لابد من وجود لجنة للتواصل الاجتماعي عشان يعني مزيد من استنتاج راي الشعب والاحساس بنبض الشارع حتى يكون الدستور معبرا عن مرحله جديده من الحياه السياسيه في مصر بعد ان عانى مصر من حوالي 40 سنه طب انا بس والقهر والفساد والتبعيه استاذ صلاح معلش تسمح لي بس حضرتك يعني استاذ صلاح احنا فهمنا انها يعني جلسه اجرائيه لكن كان في بعض الاخبار بتقول انه كان في يعني بنسبه 30-75% من الاعضاء كانوا المفترض ان هم وافقت على حسم المواد الخلافيه بالموافقه، يعني وافقت لجنه الخمسين على نص الماده السادسه من اللائحه بعد ان شهدت خلافا كبيرا بين الاعضاء، وهي الماده المتعلقه باصدار مواد الدستور بالتوافق، حيث راى البعض بضروره التوافق الكامل وعدم الاكتفاء بنسبه الموافقه المقرره في الماده وهي 75%. فمعنى كده انه من البدايه كده في توافق تام بالنسبه للجنه ال 50. اه بالظبط، يعني ما في توافق تام على اللائحه. احنا عندنا مقاطع من الجلسه النهارده يا ريت زميلنا بس يجيبها لنا. الظاهره المميزه كان في نقاشات وكان في خلافات انما انتهت الى توافق. وان شاء الله التوافق هيستمر على كافه جنود سؤال هام استاذ صلاح. ما رد حضرتك على انه في كتير من شباب جماعه الاخوان بيدشنوا صفحات دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي علشان يهيئوا الناس انهم يقولوا لا على الدستور المقبل؟ والله هو طبعا الاخوان من الثوره ثوره 30 يونيو موقف واضح جدا، ونحن لا نستغرب اي تحركات او تصرفات معاديه لهذه الثوره، لان هم اخذوا موقف من الشعب المصري، وبالتالي احنا متوقعين كل هذه التحركات وكل ده، انما ده لن يفت في عدد شعب مصر باي شكل من الاشكال. شعب بينطلق الى مرحله جديده ومش هيعطل ابدا اقاويل بعض الناس هنا او هناك، وواضح التمطم بالاجنبي ومحاوله ايحاء ان في صوره من انقسام اجتماعي في مصر، وده امر غير موجود. المساله مش فئه من مصر تجاه فئه اخرى، ثوره الشعب واراده الشعب في مواقف جماعه تحولت الى انها تصبح تنظيم ارهابي بيحاول ان يروع الشعب ويفسد الحياه
ويعاقب بشير. يعني وبالتالي انه مهما عملوا يعني نختصر الكلام كده انه طبعا يعني ايه خليهم يعملوا اللي هم عايزين يعملوه، لكن بالعكس هم يعني كده بيحشدوا الشعب اكتر ضدهم. طيب بالنسبه لموقف حزب النور وان هم كان بعد ما كانوا قايلين هينسحبوا النهارده حضر المهندس صلاح عبد المعبود عضو اللجنه العليا لحزب النور السلفي، بيقول ان الدكتور بسام الزرقاء ممثل حزب النور هيحضر لجنه الـ50، لكن هم برضو ليهم تحفظ لسه مازال على موضوع الماده 219. هل تم اي مناقشه هذه الامور؟ اي تحفظات ممكن تكون موجوده؟ اللجنه بتتقبلها بصدر رحب، انما هذا الدستور لابد ان يعكس الاراده الشعبيه. الشعب المصري يطلع الى دوله مدنيه ديمقراطيه متقدمه تعيش العصر وتحقق لشعبها الحياه الكريمه والاستقلال الحقيقي على كل التاثيرات اللي عاشتها في خلال السنوات الماضيه. يعني حضرتك مستبشر خير جدا استاذ صلاح كده من كلام حضرتك ككل؟ جدا. طيب هي جدا بس بعض الخلافات ما عندناش اي مشكله، المهم الانتصار في داخل الاراده الشعبيه، والمهم ان احنا بقاعده 75% دي قطعنا بدر الشك في ان احنا فعلا بنسعى الى شكل من اشكال التوافق الواسع بين كل المكونات المجتمع. تمام، حلو جدا. انا بشكر حضرتك وجودك معانا، ويعني ان حضرتك بتطمن الشعب المصري ان اللجنه بتعمل وفقا لكل الاراء المجتمعيه، وانه ده يطمن الشعب انه ان شاء الله يعني يخرج دستور يعني يعلن ان مصر مدنيه، بالرغم من انه لسه لم يتم البت في اذا كانت هيكون في دستور جديد او بس تعديل، لكن واضح كده ان الى الان موضوع ماشي في التعديل، لكن نتمنى ان يخرج علينا دستور يعني حتى لو معدل يكون جديد. يعني ازاي معدل جديد ده هنشوف طبعا في الاجتماعات الاخرى باذن الله. بشكر استاذ صلاح الدسوقي عضو لجنه الـ50. احنا طبعا زي ما قلنا انه تم اختيار عمرو موسى كرئيس للجنه، وهناك نواب منهم منذر فقار ومجدي يعقوب والحقيقه ايضا وكمال الهلباوي، واعتقد انه المناقشات الاوليه على حسب ما انا شفت النهارده الحقيقه كانت مشجعه جدا، وانه في نوع من انواع التوافق والهارموني، وده كويس قوي ان احنا نشوفه معانا في اول اوائل اجتماعاتهم. يعني حتى على الرغم من ان الاستاذ صلاح كان بيقول لنا ان هو اجتماع اجرائي، عمرو موسى فاز بأغلبية 30 صوت مقابل 16 صوت لسامح عاشور وصوتين باطلين. موسى في أول كلمة بلجنة الـ50 قال هدفنا دستور يأخذ مصالح الشعب في الاعتبار، وشكرا سامح عاشور كلنا رابحون. ودي برضو روح جميلة إنه هو زي ما بقول لحضراتكم أكد إنه مستقبل مؤكد إنه في تفاؤل كبير جدا رغم إدراكه لخطورة الموقف، لكن زي ما بيقول لازم ننظر للنجاحات والأمور الإيجابية اللي من هذه اللجنة. أضاف عمرو موسى إن اللجنة بصدد إعداد صيغة جديدة لدستور مصر لترسيخ القيمة الحقيقية للديمقراطية والتعددية والفصل بين السلطات دون أن تعزلها عن بعضها البعض. ومجدي يعقوب ومنذر الفقار وكمال الهلباوي نواب لرئيس لجنة الـ50، وده طبعا يعني وجابر نصار مقررا عاما. سلماوي أيضا كان تحدث عن لجنة الـ50 وقال اختارت لجنة الـ50 بالأغلبية الكاتب محمد سلماوي عضو اللجنة متحدثا رسميا عنها، وقال أنه تعديل دستور 2012 غير ممكن لأن الدستور الأكثر تخلفا لأنه الدستور الأكثر تخلفا في تاريخ مصر التي تمر بمرحلة جديدة ودقيقة، ولا يمكن أن نستلف لها دستورا جديدا ولا حتى دستور 2012 اللي بيعيدنا للقرون الوسطى. وقال سلماوي أن المادة 219 ليست ضمن المشروع المقدم إليهم من الأساس، يعني تم حسم هذه المادة. وحزب النور دلوقتي طبعا تواجد ولقى أنه ما فيش بديل عن أنه يكون متواجد في الحياة السياسية غير أنه هو يحضر يكون متواجد في اللجنة. وهنشوف بقى طبعا إذا كان موضوع يعني إقرار موضوع أنه لا أحزاب على أسس دينية، ده إن شاء الله هنشوفه في الفترة اللي جاية. طيب خلونا الحقيقة في راجل اسمه وحيد، الراجل ده كان اتكلم مع عمرو أديب، الراجل ده بيقول ان مش هيبقى فيه دستور في مصر الفترة اللي جاية. انا بس حابة ان حضراتكم تسمعوه لانه هو
مصر على انه بيقول معلومه مش توقع لعمرو اديب. هي حاجه انتشرت اليومين اللي فاتوا وتبادلناها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. احب برضو انكم مشاهدينا تبقوا عندكم فكره عشان لما تسمعوا برضو توقعات وحيد تبقى انتوا عارفين مين وحيد ده، وانه وحيد حتى عمرو اديب عرفه على طول، قال له انت اللي بتتوقع، قال له لا انا بقول معلومه مش توقع. انا مش معنى عرضي لهذا الفيديو ان انا لا معاه ولا ضده، خلينا بس عشان مجرد ان انا بعرض لحضراتكم صوره مجتمعيه، لقاء مكالمه هاتفيه كانت لعمرو اديب بيقول اشياء تبدو غريبه، ممكن ناس تقول انها غريبه، ممكن ناس تاخدها وتقول لا ممكن عنده حق. فمجرد انا بعرضه على حضراتكم للاطلاع عشان حضراتكم تبقوا عارفين برضو مين هذا الشخص اللي قال هذا الكلام، وهل في منه فعلا حاجات هتحصل ولا دي توقعات وهو بس عايز كده يقول لعمرو انها معلومه وخلاص. نسمعه مع بعض. عمرو مش هيكلم بالحكم. قلت لي صحيح. وقلت لك اتوقع، قلت لك ايه توقع دي؟ ايه توقع؟ في حد ما توقع؟ والتوقع بيطلع 100%. اسمع يا عم. والحمد لله مشوا قبل السنه بساعات، مظبوط؟ طب وايه اللي هيحصل بعد كده؟ اقول لك بقى عشان اريحك. ايوه. اريحك كمان سبب من عند ربنا على السيسي عشان الشعب يرتاح. والأمة كلها بسبب من عند ربنا ترتاح. اللي جاي يا عمرو إن شاء الله بإذن الله رئيس جمهورية من الجيش، فريق على المعاش. فريق على المعاش. فريق على المعاش. ماشي؟ عشان الناس ما تحملش الفريق السيسي أكتر من اللازم. الفريق السيسي هو في الواجهة صحيح، بس الناس ما تحملوش أكتر من اللازم. فريق على المعاش، فريق على المعاش. في كم فريق على المعاش؟ في كم فريق على المعاش؟ بدون انتخابات، بدون صندوق انتخابات ان شاء الله. ان شاء الله. لا يعني انت نفسك ان ده يحصل يعني؟ لا دي حقيقه، انا بقول لك معلومه، انا ما بقولش توقع. لا 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 انا بقول لك، انا مجربها من ايام مبارك. لا ايوه ايام مبارك قلت لك معلومه، ايام الاخوان قلت لك معلومه، دلوقتي سبب من عند ربنا بفضل الله بقول لك معلومه. فريق اول من غير انتخابات، فريق من الجيش من غير انتخابات، وما فيش مجلس شعب. ايه رايك بقى كمان؟ ما فيش انتخابات مجلس شعب، ما عادش في مجلس شعب للابد. ايه رايك؟ للابد للابد في مصر، وده قرار من التاريخ. طب يبقى في مجلس شورى؟ لا سيبك مجلس شورى، مجلس شورى اذا كان ما فيش مجلس شعب يبقى في مجلس شورى. طب انت شرفك بالحاجات دي يا استاذ. لا 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 ما تسالش وحيد. لا انا هقول لك واسمع، ولو عايز اقول لك بعد كده بس ما تقولش اشتري اللي بيقول. طيب ده وحيد ده من ايام جمال مبارك. تمام. ندخل بعد كده يا عمرو. ندخل ايه بقى؟ ده احنا خرجنا. مفيش دستور، هتمشي بالدستور القديم. مفيش دستور. مفيش دستور، لا هنمشي بالدستور القديم. الكلام الفاضي. والرئيس اللي جاي فريق على المعاش. فريق بدون انتخابات. ومفيش انتخابات. انا بقول لك معلومه دلوقتي سبب من عند ربنا بفضل الله سبحانه وتعالى. هنمشي باللي فات بتاع مرسي ولا اللي قبل اللي قبليه؟ اخر انتخابات في مصر كانت بتاعت مرسي، وانا قلت لك الكلام ده قبل كده. اخر واول انتخابات تمت في مصر هي بتاعت مرسي. قلت لك مفيش معلومه، مفيش يا عمرو. البلد دي ماسكها ناس محترمه جدا، اه والله العظيم، وما يصحش ان هم يظهروا على الساحه ابدا. عشان يعني هيبقى دستور 2012 ولا 71؟ نعم يا فندم. انهي دستور هشتغل بيه؟ هتشتغل بالدستور القديم اللي هو اكيد 71. اه لان مفيش دستور هيتعمل. تمام. وبعدين مفيش سيسي، مفيش برلمان، مفيش دستور، مفيش مجلس شعب للابد ان شاء الله. اتفضل. مرحبا فيه. اكلمك بقى نقطه ثانيه مهمه. اقول سوريا مالها؟ هتنضرب سوريا وتحصل حرب عالميه ثالثه. ارجو تفهم من بطن اللي انا من المعلومات اللي بقولها لك ليه في مصر هيتم كده. هتحصل حرب عالميه ثالثه. تعرف الهدف من ضرب سوريا ايه؟ طيب انا زي ما قلت اني لست مع ولا ضد كلامه، لكن حبينا نطلع حضراتكم عن هذا على هذا الكلام بس، وبعدين الايام بيننا. بالنسبه لموضوع ضرب سوريا وحرب العالميه برضو سابق لاوانه، لكن لو حصل ضرب سوريا هيكون في حرب عالميه ثالثه، يعني ده من التوقعات السياسيه. لكن هو كمان في اخر كلامه قال ان مصر هتعيش ايام جميله جدا في الفتره اللي جايه، وعشمنا بغض النظر بقى عن كلامه ده صح او غلط، ان احنا بنامل ان فعلا مصر تكون يعني تعيش ايام جميله ومتقدمه واحلى ايامها ان شاء الله في الفتره اللي جايه على المستوى القريب، يعني بنتمنى ده. حول محاولة اغتيال، هي تعتبر او ضرب او محاولة التعدي على سيارة محمود بدر، اعتقد احنا معانا الاستاذ محمد هيكل من تمرد. استاذ محمد،
اهلا بحضرتك استاذ محمد. كلنا عايزين نعرف الاول سلامه الاستاذ محمود بدر، هل هو بخير؟ تمام. هو الاستاذ محمود دلوقتي في اسم شيرين بيحضر او محضر بيوقع على حفله معايا على الطريق الدائري. طيب تحكي لنا استاذ محمد بعد اذنك ايه اللي عرفته عن محاوله الهجوم بالاسلحه الاليه بطريق شبين القناطر، وكان تم قالوا ان تم الاستيلاء على العربيه، سرقه العربيه واوراق لجنه الـ50 لتعديل الدستور. تمام. هو اللي حصل ان احنا جالنا تليفون من بعض المقربين مننا، ويعني حاولنا نكلمهم، كنا بنكلمهم عشان موضوع مهم، فالتليفونات اتقفلت. بعدين جالنا حاولنا نكلم حد من المقربين برضه من اصدقاء المقربين، فقال لنا ان حصل كذا 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 دلوقتي، وكان محمود ساعتها في الطريق للبلد وكده يعني. فوصل وبيعمل محضر ونتيجه الاعتداء اللي حصل ده. طيب لكن يعني العربية فعلا ان هي اتسرقت؟ طب يا جماعة في جماعة مرسمين حاولوا وقفوا العربية ونزلوه منها وحاولوا الاعتداء عليهم، وهو قدر ان هو يعني يهرب منهم او قدر ان هو يعني يبعد عنهم وخد عربية ثانية، فهم ردوا العربية وحاولوا يجروا وراه برضه يضربوا نار حواليهم كده. احنا كنا في الاول لما وصلنا خبر كنا فاكرين الموضوع ان هو مجرد سرقه بالاكراه، او ان هو حد طلع وده كان وارد على الدائري بيحصل حوادث كتير يعني، لكن اللي خلانا نستغرب ان يحصل مطارده لوسيله مواصلات ثانيه هو كان خدها او ركبها، فده هو اللي خلانا نحط علامات استفهام ان هو موضوع ترهيب ولا سرقه بالاكراه، هو الموضوع ايه بالظبط يعني؟ محاولة للترهيب محمود مثلا، أو محاولة للترهيب الإطار المدني كله، أو محاولة للترهيب الوضع حالا والحالي ولا إيه بالظبط يعني؟ يعني لا ترقى العملية دي لعملية محاولة اغتيال لا قدر الله، يعني مجرد ترهيب يعني أنتوا شايفينه لو كانت محاولة اغتيال كانوا شافوا اغتيالهم في الشيء في اللحظة، لأن هم كان معاهم فعلا متجازين بالأسلحة وهم متفهمين يعني، محدش كان عارفهم. إذا كان طيب. مش هيسيبوه يمشي يعني، مش هقول لحد يعني ما حد يسيبه يمشي وبعد كده يروح يقتله يعني. طيب اي حاجات كشفت للاستاذ محمود مين هم؟ يعني لان لقيت في نداءات كده على صفحات التواصل الاجتماعي بيطالبوا محمود بالكشف عنهم، يعني ليه المطالبات دي؟ هل محمود شاف حد منهم؟ هل في معلومات هم حاسين ان الاستاذ محمود ما قالهاش؟ معلش انا اكيد مش شايف حضرتك. بقول لحضرتك لمحت كده ان في ناس بتقول للاستاذ محمود بتوجه له كده كلام بتقول له اعلن لنا مين هم الملثمين، هل هو في معلومات مخبيها ولا هو متوقع ان يكون شاكك في حد معين مثلا؟ لا هي ممكن تكون عناصر اجراميه او عناصر ارهابيه او اي عناصر، هم اكيد مهتمين محدش يعرفهم كويس يعني، محدش هيدعي فيهم، وبعدين احنا كنا بالليل والدنيا ضلمت على الدهون يعني، هم اكيد يعني برضه هم مش اكيد ممكن يعني انا يعني لحد دلوقتي حتى هذه اللحظه مش معروفه هو كان مقصود محمود ولا كانت محاوله سرقه من الاقراء فقط يعني. طيب. لم يتاكد بشكل النقاط يعني. طيب. محاوله ومحاوله اغتيال يعني، فاللي واضح ان هذه في عمليه حصلت، بس هو اللي خلانا نحط عمليه استفهام على الموضوع اكثر من المحاوله وشركة الاوراق. طبعا هو اللي نزله وشرق الاوراق وخد العربيه وكل حاجه يعني، مش حتى دماغه مشي. لكن بعد ما حاول يمشي وياخد عربيه فحصل ان هم مشوا وراه، او حصل ضرب نار ممكن يكون عرفوا شخصيته مثلا، فحاولوا يجيبوه عشان ما يحصلهمش مشاكل، او مثلا ممكن تكون محاوله للترهيب يعني. لكن اللي انا عايز اشير او اوضح له ان الاوراق اللي كانت مع محمود تخش لنا من 50 هي اوراق كانت هي محاضره جلسات اللي هم حضروها، وحاجات لسه مش قرارات مش ورايد مش حاجه يعني، لسه حضرتك يعني هم في الجلسات الاولى كان يعني من لجنه الاستماع يعني او لجنه التشكيل، فانا اعتقد لجنه اجرائيه يعني حضرتك تقصد ان الاوراق دي ما تعتبرش تمثل خطوره، ولا كان فيها حاجات من يعني تمثل اي خطر من انها هي وقعت في ايديهم حاليا؟ دي كانت مذاعه على الهواء مباشره، ولازم تبقى بشكل رسمي موجوده في محاضره جلسات، لان دي حاجه رسميه يعني تشكيله دستور يعني. تمام استاذ محمد، انا بشكرك جدا.
نعم، احنا كده تفهمنا من حضرتك، والف حمد لله على سلامه استاذ محمود، وان شاء الله ربنا يحافظ عليكم كلكم، وتفهمنا من حضرتك طبعا الموقف تم ازاي، وان شاء الله يعني اكيد هيبقى في تحقيقات، وممكن اذا توصلوا في التحقيقات لامور اخرى هنكون طبعا هتكتب في المواقع الاخباريه. طيب احنا محتاجين نخرج فاصل، لكن بس قبل الفاصل احب اني كان في ردود كثيره على النجاحات اللي قامت بها قواتنا المسلحه في سيناء الفتره اللي فاتت، وكان في مسلحين اطلقوا قذيفه ار بي جي مساء اليوم على مدرعه للجيش بمنطقه المزرعه جنوب العريش. كان الخبر اللي كان منشور في الوطن بيقول ما فيش اصابات، كان في خبر تاني بيقول لا، ان في وفاه مجند او وفاه ضابط واصابه اخرين. اعتقد انه كان بالامس برضو تم الاعلان عن حادث مثل هذا ايضا، او اعتداء على كمين او حاجات زي كده، كلها ردود فعل على الهجمات اللي بتقوم بها قواتنا المسلحه في الشخص وايد وسيناء لمحاربة هؤلاء الإرهابيين. فمن يعني من الطبيعي أنه أكيد هيكون لهم ردود فعل عنيفة، وإحنا برضو لا ننسى أن إحنا زي ما بنقول نصلي من أجل كل المصابين، كل المصابين في الفترة اللي فاتت، وأيضا ربنا يعزي كل أسر التوفوا سواء كانوا من القوات المسلحة، من المجندين، من الشرطة. أيضا اللي كنت سمعت انه كان في شخص من كهربائي من كان عنده اصابه من موقع التفجيرات، ويقال انه توفاه الله يعني في الفتره اللي فاتت، من ضمن الناس اللي كانوا 22 مصاب اللي كانوا في احداث محاوله اغتيال وزير الداخليه في التفجيرات. فكنت قريت خبر انه في واحد منهم توفى، لكن احنا الحقيقه بنعزي اسرته، وبنتمنى ان الباقين وكل من هم مصابين في اي مستشفيات في محيط جمهوريه مصر العربيه كلها، انهم ربنا يتمم شفاهم، وان ربنا فعلا يكتب العزاء او يعني يعطي السلام والعزاء لقلوب كل اللي فقدوا احباء ليهم في الفتره اللي فاتت، وربنا ايضا يعطي طمانينه وسلام لكل الشعب اللي عايش في مصر دلوقتي ولا في سوريا في ظل هذه الاوضاع. فاصل وهنكمل مع حضراتكم.
مشاهدينا، يمكن الترنيمة اللي عرضناها على حضراتكم ان احنا فعلا محتاجين إلهنا السماوي يعني ينظر لمصر، ومحتاجين كمان ان احنا نشوف مصر بعيون تانية، وان شاء الله كله للخير. احنا بنثق في هذا، سواء في مصر في سوريا كله للخير ان شاء الله. من الحادث على الساحة ايضا ان في استمرار للقبض على القيادات الاخوانية، جماعة الاخوان المسلمين. تم القبض على 3 من قيادات تحالف الشرعية والاخوان بأسيوط، وده كان ايضا خلال الايام اللي فاتت، اللي اتقبض عليهم محمد حفني عضو المكتب الاداري لاخوان اسيوط، رجب مرسي عضو التحالف الوطني والقيادي بالحريه والعداله بمنفلوط، شقيق المهندس ممدوح مرسي سكرتير عام مساعد محافظ اسيوط السابق، والشيخ نبيل عبد الحكيم عضو التحالف الوطني في لدعم الشرعيه بمنفلوط. تم القبض ايضا على امين الحريه والعداله في مصر اللي هو خالد حنفي امين الحريه والعداله بالقاهره. تم القبض على حسن العيسوي مدير اداره العامريه التعليميه والعضو بالاخوان المسلمين ايضا. تم القبض على امين حزب مصر القويه السابق داخل منزله باسيوط. المفروض انه دي صوره عم نعم ابو الفتوح بيتهيألي، لو انا مش فاهم عموما. طيب، تم ضبط 6 من قيادات الاخوان و18 متهم بالتورط في احراق قسمي شرطه بني سويف، وده يوم السبت. تم القبض على 6 من قيادات الاخوان في بني سويف و18 متهمين بالتورط في احراق قسم شرطه سمستا. ضبط عناصر الاخوان المتهمين باقتحام مركز الصف وبحوزتهم طلقات جيرينوف، ودي في قوات الامن بمديريه امن الجيزه، تمت بالتنسيق مع ضباط العمليات الخاصه والامن الوطني مداهمه منازل عدد من الاخوان المسلمين في منطقه اللي اقتحموا مركز شرطه الصف واضرموا النيران به. تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الاسلحه والجيرينوف. كان في مشاجره بالاسلحه الناريه بين الاخوان والاهالي في فيصل، وكان فيها اصابه 6. تمت إحالة حراس مرشد الإخوان للجنايات بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص، وده كان تم القبض عليهم قبل ما يقبضوا على محمد بديع، وكانوا موجودين في كافيتيريا خلف الفيلا بتاعت محمد بديع، وكان معاهم الأسلحة الحقيقة، وعشان كده تمت إحالتهم للجنايات بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص، وكان عثروا معاهم على أسلحة بيضاء وكل أنواع الأسلحة. أيضا انا زي ما قلت لكم منذ قليل انه كان عمرو اديب وضح، معلش عشان الوقت بس مش هنعرض الفيديو، لكن هو كان قال انه علامه رابعه دي اللي هي اصابع القرد الاربعه، وانه الصباع ده هو اللي بيقول ان احنا المصريين ناس جدعان قوي وناس شداد جدا، وهم مش عارفين الصباع ده، وقال لهم بيقول كده جربوا تمسكوا اي حاجه من غير الصباع ده مش هتعرفوا. فهي ده الاخوان كده بس. في ناس كمان، يمكن كان في صوره جميله البنوته كده حلوه كانت ماسكه، يعني طلع دلوقتي علشان الرد على العلامه دي كمان. على فكره قبل موضوع البنوته دي، ان هو قال عمرو انه، وده احنا كنا بنقوله، بيشار الى انه العلامه دي موجوده في حاجات كتير يهوديه ماسونيه، في بنوته وفي ناس كتير، وهي بناء طبعا على المنتشر كتير في مواقع التواصل الاجتماعي الفتره اللي فاتت، بيقولوا لهم انه في 4 ايام بس اسقطنا مرسي. فالحقيقه يعني البنوته العسل دي بتقول كده برضو، ان احنا في ال4 ايام ده بس تم اسقاط مرسي، ويعني القصص بقى كلها ان هم يعني بينهم على ان هم مش فاهمين اي حاجه، ودلوقتي تلاقي الاخوان معروفين قوي، اللون الاصفر والصباع ال4 صوابع دي العلامه دي، اللي هي طبعا وبيقال طبعا ان هي من اردوغان اللي قال لهم عليها وهم مشوا بيها. في كمان كان لقاء للفريق احمد شفيق في قناه دريم، وكان الحقيقه يعني اثار موضوعات كثيره، واحنا يعني مجهزين لحضراتكم كده بعض المقاطع من هذا الحوار اللي كان على دريم، انه بيقول ان كتير طلبوا منه الترشح، وان هو رشح نفسه مؤخرا، وانه حصل على المركز الاول في الانتخابات الرئاسيه، والايام هتثبت ده. اعتقد ان احنا كده كلنا فهمنا. قلت للمشير القوات المسلحه محتاجه لك 1.5 سنة كمان لاسباب فهمها جيدا، ولو قتل الاخوان سيكون هناك مخطط لتقسيم البلد، ورايي ان تترك وزاره الدفاع وتحاول التمسك بمنصب القائد الاعلى للقوات المسلحه. اتكلم عن الدكتور محمد البردعي وقال انه الحقيقه
يعني تقييمي له تحت الصفر، وده رأي الفريق أحمد شفيق. وعن مرسي طبعا أعلن نيته وملاحقته، يعني الفريق أحمد شفيق بيعلن نيته طبعا زي كل المصريين لملاحقة مرسي قانونيا، وهذا ما يتم هذه الأيام أيضا. وبيقول كده إن مصر على أعتاب فترة ممكن تاخد حوالي 10 شهور لترويع المواطنين، أنصح بعدم التجمع والتظاهر وترك المواجهة لتكون أمنية خالصة. هناخد بعض النقاط، بعض المقاطع كده من إنه من هذا الحوار. الحقيقة مش هنقدر نجيب مقاطع كثيرة عشان الوقت، لكن برضو عشان تبقوا حضراتكم تطلعوا على بعض النقاط من هذا الحوار. لا تهتم، ده كان بيهدم الدولة، كان لازم فضل اعتصام، ما فيش غير فضل اعتصام، ما فيش غير فضل اعتصام، ده اعتصام مسلح. ما في، هو اللي حصل ده يحصل في دولة متحضرة؟ فما يحصلش، بالعكس احنا اديناهم يعني اتحنا لهم من الوقت ما يزيد عن المطلوب كمان. لا 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 خالص. الدولة فندم ان لم تكن مقومات الدولة مصانعة ومحترمة ومقر بيها من الجميع، يبقى اركان الدولة بتتهد. طيب على المصريين انهم احنا في اولادنا في احفادنا انهم يستشيروا دايما ان هم مطمع ومغنم شديد جدا للي يستوعبهم، لان هم بالموقع والتاريخ والعدد، العدد اللي هو مسار فخر لينا، مش احنا بنعيط من 90 مليون بس، احنا نستخدمهم كويس وكل شيء، وتوسطنا في وسط القارات وتاريخنا كل شيء. مصر مطمع وهتفضل مطمع. المطلوب من ممن بقي من جيلنا والجيل بقى الأجيال التالية كلها تعيد ترتيب أوضاعها في مصر على أساس أنها تعمل مصر اللي ما تتكلش بعد كده. زي ما قلت لحضراتكم الحوار كان طويل، وهنتلاقوه موجود على صفحاتنا، صفحات التواصل، صفحات نشرة أخبار الكارما، وشارك نشرة أخبار الكارما، وموجودة يعني موجود كله للي عايز يشوف الحوار بالكامل. خلونا الحقيقة في نقط هامة جدا بتحدث في مصر هذه الأيام، وبعض الاختلافات في الآراء حول الثوريين واللي هم بيقولوا لا إخوان ولا عسكر والكلام ده كله. وكان حصلت قصة كده في الفترة اللي فاتت عن شخص يدعى هيثم محمدين، وكان في لجنة واتكلم بطريقة غير لائقة شوية وتم القبض عليه وتفاصيل كده تانية. والحقيقة أنا يعني وجدت أن معانا يعني من المواطنين المصريين المخلصين الحقيقة، واللي متواجد أيضا وله نشاط كبير جدا على موقع الفيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي، الأستاذ أمير فهمي. أمير هو مواطن مصري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية لكنه بيعشق مصر وتراب مصر. أستاذ أمير برحب بحضرتك معانا. فندم مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين، وميرسي على التقديم وأشكرك. يا ربنا يخليك يا فندم. الحقيقة أستاذ أمير أنا وجدت أن حضرتك كان ليك رؤية على هؤلاء الثوريين عموما لو حبينا نتكلم، وخصوصا أن في كان قرار دلوقتي بإحالة أو أنه نتيجة لتسريبات الويكيليكس والحاجات اللي زي كده. أنا مش عايزة أضم كل الثوريين في حتة واحدة، لكن في يعني جدل شوية. اللي فتح الموضوع هو الحقيقة هيثم محمدين بأنه تم القبض عليه نتيجة لأنه رفض أنه هو سمعني يا أستاذ أمير؟ ما حدث. طيب الأستاذ هيثم، من هو هيثم محمدين؟ وإحنا لقينا أنه كان في ردود أفعال حول الموقف اللي قام به مختلفة، يعني في ناس كانت بتقول مطالبة الإفراج عنه فورا، وأنه هو من حقه أن يتكلم كده مع اللجنة اللي وقفته، وأنه ما يصحش يتقبض عليه، ده راجل من الناس الثوريين. من هو؟ يعني هو هحتاج بس في 10 ثواني اقول ان انا حد، عشان تجاوز الاستقطاب اللي بنعيشه ده، ان انا حد مؤمن جدا بان اللي حصل في يناير كان ثوره، وحتى لو كتبت لنا كتب التاريخ في يوم ما ان كان وراها اخوان او امريكان او وات ايفر، يعني فانا مش ذنبي ان انا كانسان مخلص نزلت الميدان طالب التغيير، ان كان واقف في ظهري حد بيسرق كل احلامي. فيناير لازم نبقى متفقين ان هي ما كانتش حاجه وحشه زي لما بيروج لها دلوقتي ان هي نكسجيه وحاجات كده، انما للاسف برضو المنتمين لثوره يناير في منهم ناس
تقريبا وصلوا لمرحله انهم صنعوا منها ديانه جديده، يعني هم عملوها صنم بيتعبدوا له. فالسائل الحقيقي هو اللي يفهم انه لازم يبقى فيه متغيرات وفي بعض يعني مسؤوليه وفي ادراك للموقف. فحد زي هيثم مثلا هو انسان يعني عنده مبادئ، وهو بالفعل بينتمي لليسار اللي بيطالب بحق العمال وبيطالب بحقوق الفقراء، وليه نشاط ما حدش يقدر يغفله نهائيا في حقوق العمال. بس انت طالما نحيت الجانب المهني جانبا وابتديت تسيس نشاطك، فانا من حقي انتقدك، وما تجيش تقول عليا بقى ان انا بقيت من لاحسي البياده والقصص كلها اللي احنا بنهاجم بها بعض دلوقتي. فهيثم في كلامه يعني هو طيب، هو بس عشان الناس تبقى فاهمه، لان الناس مش كلها فاهمه الموقف، ان هو كان تعامل بشكل كده في جدل مع يعني مسؤول من المسؤولين على اللجنه، احدى اللجان في وقت حظر التجوال، والحقيقه هو قال له انت مش عارف انت بتكلم مين، ورفض يطلعه على التحقيق الشخصيه، والامر تطور لانه تطاول وما الى غير ذلك، وانه كتير في بعض الناس بيقولوا انه ما كانش صح ان يعمل كده. بعد هذه الواقعه الموقف بدا ياخد شكل تاني، وان حضرتك لفت نظري انك شاهدت له مقطع في قناه الجزيره، وده يمكن اللي خلاني برضو اقول ان لازم حضرتك تطلع المشاهدين عليه، انه بعد ما تم الافراج عنه يعني طلع على قناة الجزيرة وكان له بعض النقاط اللي حضرتك توقفت عندها. بالضبط، حضرتك جبتي المفيد لما بتقولي خروجه علينا على قناة الجزيرة، لان انا سيناريوهات القبض عليه متعددة، ولو انا معاه بخلق له سيناريو يقول ان الدولة ظلمته، ولو انا مش معاه بقول ان هو حد تعامل بهمجيه. فخلينا في الفعل الرئيسي ان هو يوم القبض عليه ظهر على قناه الجزيره، اللي انا شخصيا كواحد مصري مؤمن ان هي اصبحت عدوه الشعب. يعني مجرد ظهور مواطن مصري على قناه الجزيره دلوقتي بيستعدي على الدوله، ده انا شايف انه تهمه. انما للاسف برضو اجهزه الدوله المصريه بعد ما عملت له يعني قائمه اتهامات تحس ان هو من خلالها ممكن ياخد حكم اعدام مثلا، طلعته واخلت سبيله بدون حق ضمان. وانا مش ضليع في القانون، بس انا اللي افهمه ان المتهم اللي بيفرج عنه بدون ضمان ده معناها يعني ان انا ضمنيا يعني كاني بقول له انت انا اسف يعني. او هي حقيقه يعني الامر يا استاذ امير كانت هي كده، لا تتعدى انه كونه يعني، والمفترض ان من حق اي حد مسؤول في اي لجنه في وقت حظر التجوال انه يطلع اللجنه دي على تحقيق شخصيته. مش لازم ان كل اللجان اللي موجوده تكون عارفه كل الناس الثوريين، ومش لازم ان احنا برضو نتكلم معاهم بشكل يعني. دي كانت الموضوع، يمكن اتبنت حاجات كتيره، لكن هو ده كان قص الموضوع تقريبا، نتيجه على يعني بناء على كلام كتير من اللي حواليه. لكن كونه طبعا يعني اذا كان اخذ الامر بانفعال وطلع ادلى بتصريحات اللي حضرتك قلت لي عليها، ده في منتهى الخطوره، ان هو قال لك ان احنا عايزين نسقط النظام، وان هو كان نصح ابو عيطه بانه ما ينضمش للحكومه الجديده اللي هي حكومه 3 مايو، عفوا 3 يوليو، معلش. تزامن مع القبض عليه في نفس اليوم وجود رابط على اليوتيوب للقاء لي مع قناة الجزيرة مباشر، اللي زي ما أنا وضحته بعيد إن هي عدوة الشعب. وكان في سياق الحوار اللي هو كان نص ساعة كان بيتقال فيه كلام مقزز جدا لأي واحد بيحب البلد دي وبيحب الثورة دي وبينتمي لها، لأن هو كان مثلا بيتاجر بورقة إنه الطلبة هتعمل مشاكل للدولة وانس إن العام الدراسي يبتدي. ودي لفتت نظري، لان انا كنت قبلها لسه ب 24 ساعه لفت نظري خبر نازل على اليوم السابع بيقول ان وزير العدل بيسمح بالضبطيه القضائيه للحرس الجامعات، وطبعا ده ارتداد لعصر القمع الطلبه وعدم ممارستهم للسياسه. بس الاخوان ما خلوناش سبيل، يعني انا دلوقتي اللي بيحصل كالاتي: من ضمن القنابل الموقوته اللي ممكن جماعه الاخوان بتستغلها هي اتحادات الطلابيه للجامعات المصريه، كل جامعه فيها 5 6 طلبه في اتحاد الطلبه بينتموا لتنظيم الاخوان. للاسف نتيجه لحاله الفقر والجهل اللي في البلد في اسر كثيره جدا عندها ضيق ذات يد، بيتولاهم الجماعه، بتصرف على الطلبه دي وبتديها فلوس وبتديها هدوم وبتديها. الطلبه دي طبعا بيبقى ولائهم للجماعه وبيبقوا شايفين ان هي جماعه دعويه بالفعل، ومن ورا 5 6 طلبه دول هيطلع 300 400 في مظاهرات،
وبالتالي هتبقى كل جامعه عباره عن قنبله موقوته. فانا ما بقاش عندي اختيار غير ان انا بالفعل ادي الضبطيه القضائيه لحرس الجامعه عشان يعني احنا جدا لامر مشين. بس هم الاخوان ما خلولناش اي سبيل لممارسه الديمقراطيه الحقيقيه. احنا بالفعل بنرتد بشكل او باخر لحاجات ضد كل الاحلام، بس هي زي ما انا بقول بقى هي للاسف بقت احلام. يعني مضطرين نتعامل ببعض البراجماتية يعني زي ما بيقولوا، يعني اللي هو الأقل ضررا يعني. وده مش معناه ان انا ثوريتي راحت، لا، انا ما زلت شايف ان انا لازم احارب ان ما فيش مدني يتحكم قدام محكمة عسكرية. بس في نفس الوقت لازم يبقى عندي تعريف للمدني، ده ما يبقاش واحد مختل عقليا. انا اسف يعني انا شفت حد زي هيثم ده مش طبيعي. يعني هو بيقول لمقدمه الحلقه معاه على قناه الجزيره ان انا طلبت من كمال ابو عيطه انه لا ينضم لهذه الحكومه لان انا سنسقط النظام. طب انت بتعترف في سياق الحلقه ان 30 يونيو كانت ثوره وانت نزلت فيها، وبتحذر كمال عيطة يوم 3/7، طب هو بقى في نظام في الثلاث ايام يعني؟ يعني ايه النظام اللي انت هتسقطه؟ ولا انتوا فرحانين بالحاله الثوريه وان البلد تفضل في سيوله وكل واحد راح الميدان قعد ساعتين فاكر نفسه انه خلاص يعني امتلك البلاد والعباد؟ يعني لازم الناس تفهم كويس قوي 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 ان في ناس محتاجه تعيش، في ناس محتاجه تاكل، في ناس محتاجه تشرب. الثوريه مش مزايدات، الثوريه انقاذ ذات، الثوريه ادراك، الثوريه يعني ايثار، يعني حاجات كتير قوي مش في مفهومهم، كله طالع يزايد. طب ولما تزنقوهم في الحوار، طب نرجع لقبل 30/6، يبتدي بقى يتقال كلام يعني انا اسف برضه يعني بالبلدي مايس، يعني 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 الاخوان كانوا كده كده الى الزوال، طب ماشي خلي ان هم كده كده الى الزوال، ما هو كانوا هيقتلوا ويذبحوا ونزول الجيش هو اللي بالفعل حقن الدم، مش عمل مذبحه زي ما انتم بتقولوا. فيعني احنا محتاجين انا عايزه من كلام حضرتك يا استاذ امير يبقى في نقطه هامه ذكرتها حضرتك، موضوع ان الضبطيه القضائيه اللي كان عليها ايضا جدل بالنسبه للحرس، حرس الجامعات، اهميته انه في شباب من الاخوان ممكن يستغلوا شباب اخر وتبقى في ثورات وتبقى في مسيرات وتبقى في امور. لو ما كانش في الضبطيه القضائيه يبقى يعني كانت هيبقى ما فيش سيطره على هؤلاء الطلبه، والمفترض ان البلد مش مستحمله، وبالتالي انه يجب على الناس ان هي تنظر لهذا القرار بالضبطيه القضائيه لحرس الجامعات بالشكل الصح بتاعه، وانه لا هو قمع ولا عوده للمش عارف ايه ولا ايه، انه يعني ده اللي حضرتك بتطلبه من الثوريين، لازم يدركوا الامور بشكلها الصحيح، بشكلها اللي فيه امور ممكن فعلا نكون مضطرين نقبلها رغم انها لا تتوافق مع امور كثيره، لكن الوضع في البلد دلوقتي بيحتم علينا ده. وانه نصيحتك للثوريين بخصوص برضو الناس اللي بتقول يسقط حكم العسكر، يعني لو حبينا في اخر كلامنا تقول لهم ايه يا استاذ امير؟ يعني اشرحوا لي بدايل بدل الهتافات اللي اصبحت في الفريزر دلوقتي الناس مش مصدقاها. يعني انا برضو نقطه طب ممكن معلش تعلي صوتك شويه يا استاذ امير بعد اذنك؟ بقول انه انا عايز اللي ينتقد ويقول لي يسقط حكم العسكر قصادها يقول لي طرح بديل. انا عايز اعرف رأيه ايه لو ما كانش حصل اللي حصل يوم 3/7، لو كان الفريق عبد الفتاح السيسي اعتبر النظام القائم وداس على الناس بالدبابات برضه كنت هتشتم فيه. سوري يعني للالفاظ الدارجه، بس انا بتكلم زي ما كل المصريين بيتكلموا بمنتهى العصبيه في الوقت الحالي من قلبنا على البلد. انا مش بمثل او يعني ما علينا، المهم انه انا عايز حد يطرح لي بديل، يعني حد يقول لي بعد السنه العجيبه اللي قضيناها في حكم الاخوان كان ايه البديل غير اللي حصل عشان هم يقولوا لي يسقط حكم العسكر. وبعدين هو فين المظاهر العسكريه اللي هم شايفينها؟ يعني حارب باليات اكثر ذكاء، يعني لان انا اتحدى ان فصيل سياسي في البلد دلوقتي يعرف ينزل مظاهره واحده ممكن تسمع. مفيش حد واحنا شفنا جبهه الانقاذ وادائهم، ولولا انه الشعب كله اجتمع على انه يعني الامور الشعبيه وحركه التمرد نجحت ازاي وهي اللي خرجت الناس ده كلها، فاعتقد انه وانه لا احد يعني يشك في انه التدخل بالنسبه للقوات المسلحه ممثله في الفريق اول عبد الفتاح السيسي كانت لانقاذ مصر من امور كثيره احنا شايفينها دلوقتي.
اخر حاجه استاذ امير، معلش بستاذن حضرتك، احنا سمعنا انه كان المستشار عدلي منصور اللي هو الرئيس الحالي لمصر الرئيس المؤقت كان هيبقى في زياره لامريكا، وكان في دعوه من نشطاء في امريكا انه يتم استقباله والوقوف ل يعني لتعضيده في هذه الزياره، وخصوصا بعد ما في مجموعه من الاخوان المسلمين عايزين ينظموا تظاهرات ضده. هل حضرتك يعني مطلع على هذه الامور؟ ما نما الى علمي الى الان يعني انه سياده الرئيس المحترم اللي يعني لا يقدر لانه راجل قانوني وراجل فعلا يشرفنا ان هو يكون رئيس مؤقت للبلاد، هيغادر مصر يوم 22 سبتمبر في طريقه لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعيه العامه. لسه ما تحددش بالضبط اليوم اللي هيتكلم فيه، بس احنا هنا بنجهز، او انا يعني مش عايز ادي الناس الاهميه، الناس بتجهز ان يبقى في يعني وقفه لتأييد رئيس مصر الشرعي، لان في محاولات بنسمع ان هي بيجهز لها من المنتمين لجماعه الاخوان في امريكا عن طريق بعض الابواق هنا وهناك ان هم يروحوا ويبقوا مناهضين يعني للنظام الحاكم في مصر. فان شاء الله ان شاء الله زي ما البلد دي عودتنا على المفاجآت برضو، احنا هنتجمع وهنروح وهيبقى عددنا هو السيد، وهنوصل رسالة للعالم كله ان احنا النظام اللي فعلا في قدر ما فيه من سلبيات بس على الاقل اسمه خلاف سياسي بصراحة يعني، وده يمكن بيدعم جو الاستقطاب، بس انا مش لاقي لفظ اقوله. صراعنا مع جماعة الاخوان صراع وجود، ما هو الصراع سياسي. تمام، حلو قوي الكلام ده، صراع وجود. تمام، انا بحييك استاذ امير لنشاطاتك الحقيقه جدا، وان شاء الله هنتابع مع حضرتك، ويا ريت تطلعنا بامتى هيكون التواجد ده عشان برضو ندعو كل اللي موجودين في محيط نيويورك للوقفه معاكم من اجل تدعيم المستشار عدلي منصور الرئيس الحالي لمصر. بشكرك جدا استاذ امير على وجودك، وايضا ردودك على الخلافات اللي بالنسبه للثوريين وما يطرحوه، وانه للاسف الثوريين دول لو ما تمثلوش بالعقل ممكن يكونوا يعني يتاخدوا في مجالات ما احناش محتاجين لها دلوقتي في مصر بجد. يعني لازم يكون في تعقل وعقل وحكمه في الوقت الحالي، واذا مش انت مش هتكون مع فما تكونش ضد، ما تحاولش انك تعمل امور تثير الدنيا، وما ينفعش انك تروح للجزيره عشان تستقوى بيها، يبقى انت كده دخلت في سكه الله اعلم بقى بنهايتها ايه. بشكرك جدا استاذ امير فهمي، مواطن مصري في الولايات المتحده الامريكيه. طيب لو حبينا من ضمن الناس اللي على فكره نسيت اذكرهم لحضراتكم، كان في محاوله للقبض على عصام العريان الفتره اللي فاتت، وهذه المحاوله الحقيقه لم تتم بنجاح، لكن تم القبض على 2 من اقاربه. وبيقال في هنا برضو نوع من انواع الحملات اللي احنا محتاجين نثيرها وبقوه، تطهير الداخليه. العمليه اللي كانت تمت بالنسبه لعمليه محاوله اغتيال وزير الداخليه محمد ابراهيم، بيقال ان كان في مفروض في سياره بتكون متقدمه المسيره، كان مفروض للكشف عن اي متفجرات، هذه السياره لم تكن موجوده في هذا اليوم، وفي كده بعض الاشارات ان في عناصر من الداخليه هي من تورطت او خانت الداخليه وخانت مصر يعني توافقها مع هذه الجماعات وترتيب الامور دي معاها. واعتقد انه هيتم الاعلان اكيد في القريب العاجل عن مين هم. تم الإعلان عن شخص من المنيا أبلغ عن عاصم عبد الماجد، وهو كان موجود فعلا بيقولوا في دلجة، وكان في محاولة للقبض عليه أيضا، والمحاولة بقت بالفشل لأنه هو بلغه بأنه يهرب، وتم أيضا نقل هذا الضابط. فالحقيقة أنه عايزين نطلق حملة تطهير الداخلية من العناصر الإخوانية الخطرة اللي بتبيع مصر، وان احنا بنقول انه ده صراع وجودي مش صراع سياسي، ان هذه الجماعه لا تنتمي لمصر باي شكل، واحنا شفنا وهم اللي قالوا طز في مصر، وهو اللي مش همهم، هم اللي ما كانش همهم اي حاجه في مصر، لكن وانه يكون في عناصر منهم في الداخليه منتهى الخطوره. نتمنى ان الداخليه يعني تطلعنا على هذه المعلومات، ويكون في تطهير قوي جدا لكل هذه العناصر المتورطه في بيع مصر وفي خيانه مصر الحقيقه، ومتورطه في احداث ايضا او في قتل شخص، محاولة اغتيال وزير الداخلية يعني في حد ذاته خيانة. فأعتقد أن احنا محتاجين نعرف الحاجات دي كلها. طيب في أيضا في المنيا الحقيقة كان في هجوم على سفينة، حصل هجوم على سفينة، ودي صورة 61 الحقيقة. الصورة دي كانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، وبيقال أنه
اللي حصل في وقتها ان الاخوان هجموا على سفينه سياحيه في المنيا، كان موجود في السفينه 2 شغالين، وهنا عشان بنقول هي دي مصر، النسيج المصري والالتصاق للاثنين دول ده حادث صعب. طب معلش بقى خلاص كفايه الصوره، هو حادث صعب لكن الحقيقه بينم عن ان مصر طول عمرها هتكون مصريين مسيحيين ومسلمين مع بعض. الاثنين اللي كانوا موجودين على متن هذه السفينه، واحد مسلم وواحد مسيحي، الاخوان حبسوهم مع بعض في اوضه واحده، ولعوا في السفينه كلها واتحرقت، اتحرقوا الاثنين مع بعض وماتوا وهم حاضنين بعض، ولما حاولوا يفكوا الجثتين من بعض تبقى اجزاء من جسم الشخص المسلم داخل جسم المسيحي، الاثنين انصهروا مع بعض. هو ده الانصهار، احنا بنعزي اسرهم هما الاثنين، لكن اللي بنقوله انه كانت التلاحم هما مع بعضيهم يعني وصل لانهم انصهروا واحترقوا مع بعض، واللي حرقهم هو عدو مصر الاخوان المسلمين الاخوان المجرمين. فاعتقد ان دي صوره بتوصل لنا هو ده المعنى الحقيقي، وتم دفن الاثنين على فكره في مدفن واحد، ويعني الحقيقه بنعزيهم هما الاثنين اسرهم لانه دي كانت من اقوى الامور اللي حصلت. لكن بنقول برضو للداخليه انه في خطر في الصعيد، ناقوس خطر، وناقوس الخطر ده بيمثله ايضا جنود او عناصر من المتواجدين في الداخليه، فمن فضلكم يعني يجب الانتباه للي بيحصل في المنيا. في كمان من اخبار القبطيه، كان في مقتل مجند قبطي وسط معلومات حول دعوته لدخول الدين الاسلامي. الحقيقه الخبر ده يعني كان مفاجاه بالنسبه لي الحقيقه، ومش عارفه ايه موضوع ان احنا نقعد نقول ان كان في عناصر داخل الجيش المصري كانت عايزين يدخلوه في الدين الاسلامي، مش عارفه. يعني عموما الكلام ده، الخبر ده من MCN بيقول افادت اسره المجند القبطي ابو الخير عطله ابو الخير المجند بالجيش المصري قتل مساء السبت الماضي بان وجود شكوك لديها بقتله وليس انتحاره كما بلغتها الشرطة العسكرية. وشقيقه قال لوكالة MCN وكالة مسيحي الشرق الأوسط أن الأسرة لديها شكوك بأن أحد أفراد الجيش قام بقتله، وذلك بسبب حدوث خلاف في نقاش ديني مع أحد زملائه الذي دعاه لدخول الدين الإسلامي. دي مش أول وقعة، احنا سمعنا عن وقعة قبل كده، لكن الواحد ما كانش يتخيل أن احنا ممكن نسمع عن ده تاني. يعني معنى كده أن لسه في عناصر في الجيش عليها علامات استفهام. طيب دي كلها الحقيقه اكيد وصلت للقوات المسلحه، ونتمنى افادنا بالمعلومات الصحيحه حول هذه الواقعه وبالرد، يعني كيف قتل هذا المجند. ومن ناحيه اخرى والده عطاء ابو الخير قال ان ابني مجند بالقوات المسلحه تابع للفرقه 18، يعمل بمنفذ بيع بجوار استاد بدمياط بجوار كتيبه التامين للقوات المسلحه، وانه لا يحمل سلاحا وفقا لطبيعه خدمته، وبيقول انه يعني لا يمكن ابنه يكون انتحر، لكن هو عايز يشير الى انه تم قتله من احد زملائه. واعتقد ان احنا محتاجين يكون في تحقيق في هذا الامر في مقتل المجند ابو الخير عطا ابو الخير، ويعني نتمنى ان في القريب العاجل ايضا في الايام اللي جايه نعرف حقيقه هذا الامر. الانبا مرقص رئيس لجنه تجديد الكنائس المحترقه بيقول لا تاخير في عمل اللجنه، نحتاج بعض الوقت. وتم تكليف نيافه الانبا مرقص اسقف شبرا الخيمه وتوابعها المجمع المقدس كلفه برئاسه لجنه متابعه وتجديد وبناء الكنائس المحترقه في مصر. قال نيافه الانبا مرقص ان اللجنه العمل في اللجنه يسير بشكل جيد ومتسارع، وانه خلال زيارته للنمسا كان بيقول ان اللجنه تم تشكيلها على اعلى مستوى بعضويه 3 من كبار اساتذه كليه الهندسه الى جانب الاساقفه والمطرنه، موضحنا ان التاخير اللي بيتصوره البعض يرجع الحاجه لبعض الوقت لحصر وتفقد الكنائس المحترقه لتحديد احتياجاتها سواء الترميم او اعاده البناء. واعتقد انه ده امر طبيعي، وان بفكركم انه القوات المسلحه كانت امرت بان هيتم بناء هذه الكنائس على حسابها، وايضا في بعض الدعم جاء من الامارات ومن الكويت لاعاده بناء هذه الكنائس. اقباط دلجه، اقباط دلجة ده موضوع محتاجين ان احنا دلجة، عفوا انا كل مرة رغم ان ابونا كان صحح لي لكن كل مرة باخطئ في يعني نطقها. دلجة، قرية دلجة بالمنيا، قرية دلجة في خطر استغاثات، وبيطلبوا الحقيقة ان احنا نصلي من اجلهم، وفي تضييق كبير جدا حادث للاقباط هناك بعد ما تم حرق منازلهم وامور كتيرة حصلت لهم من قبل حتى فض الاعتصام، واستمرت لبعد فض الاعتصام وتستمر الى الان الحقيقه، وانتهت بفرض ايتاوات. ده الموضوع ده ودفع جزيه، يعني الموضوع ده موضوع الحقيقه
يعني محتاج الحياة تدخل. انا لا اعلم يعني، بالرغم من الوعود والقوات المسلحه كانت وعدت وان هم عارفين كويس جدا وان كان في صعوبه في دخول القريه وما الى غير ذلك، وهم عارفين انه مسيطر عليها جماعات من التابعين للجماعات الاسلاميه من اقرباء عاصم عبد الماجد وهو نفسه كان هناك، الحاجات دي كلها الحياه طب محتاجه تدخل سريع. يعني انتم منتظرين ايه؟ طيب يعني الحقيقه نتمنى ان يكون في تدخل سريع. بيقول انه في متشددين بيجبروا اقباط دلجه على دفع الجزيه ويهجرون اكثر من نصف اقباط القريه، وانه هذه القريه تابعه لدير مواس، في استغاثات عديده للاجهزه الامنيه والمسؤولين لانقاذهم من بطش الاسلاميين انصار المعزول مرسي اللي احرقوا ودمروا ونهبوا كنائس ومنازل ومتاجر للاقباط. يقول الاب لا، واحد من ابناء القريه اسمه يوسف الفي بيقول انه احد ان متشددين فرضوا عليهم جزيه بتتراوح ما بين 200 ل 500 جنيه للبيت القبط الواحد، مهددين لو ما استجابش الاقباط هيحرقوا لهم منازلهم الباقيه. يعني هم حرقوا ما حرقوا لسه كمان بيهددوا الموجودين في منازلهم بانهم لو ما دفعوش 200 ل 500 جنيه كل اسره هيتم حرق منازلهم. وبيقول ان اقارب الاسره، يعني بيقول ان في ناس كتير هجرت الحقيقه وهربت من القريه عشان بسبب هذه الامور يعني. والتقرير ده كان جاي برضو من وكالة أنباء مسيحي الشرق الأوسط MCN، الأقباط يعيشون تحت الحصار منذ 3 يوليو عقب إعلان عزل مرسي، والأقباط بيدفعون الضريبة حيث تم حرق وتدمير 62 منزل مملوك لأقباط فضلا عن تهجير أكثر من نصف أقباط القرية، أي حوالي 10,000 قبطي اللي هجروا لمدينة المنصورة وملاوي والقاهرة ومنهم إلى قرية دير البرشة اللي بيسكنها الأقباط فقط. طيب محتاجين الحقيقة أنه يكون في يعني تدخل قوي. احنا كنا يعني الحقيقة لو تفتكروا حضراتكم كان معانا المستشار أمير رمزي وأخوه الدكتور إيهاب وتكلمنا عن خدمة الراعي أم النور، وكان احنا منتظرين يصلنا رقم حساب للمقيمين في الخارج علشان خاطر أيضا يتم الدعم لكل هذه الأسر زي ما قلت لحضراتكم، لأن هم كانوا عاملين رقم وحساب خاص ل إعادة بناء وتعضيد كل الأسر اللي بيوتهم اتحرقت. يعني احنا قلنا الكنائس هيتم يعني بناءها من قبل الحكومة القوات المسلحة والدعم اللي جاي، لكن الأسر دي ملهاش حد. فاحنا محتاجين ان احنا برضو بكرر على حضراتكم الرقم الحساب نفسه لسه ما وصلناش لغاية دلوقتي، لكن ان شاء الله يوصلنا. فبرجوكم اي حد عايز يدعم الأسر دي كلها بالنسبة للمنيا عامة من بداية يعني العدوى ومغاغة لغاية دير مواس، من فضلكم ابعتوا لنا وقولوا ان هذا التبرع لحساب الراعي وام النور. وزي ما قلت لحضراتكم احنا هنقوم بتوصيل المبالغ دي على طول لهذه الخدمة. فمن فضلكم حاولوا ان انتوا يعني تدعموا الاسر دي على قد ما تقدروا، وكمان اللي يقدر يعمل حاجه انقاذا للاسر دي من ناحيه بقى الامنيه. يعني الحقيقه احنا عايزين نكثف الدعوات للمعنيين بالامن في مصر الان انه في خطر كبير على سكان هذه القريه، لازم انه يتم التصرف. احنا عارفين وخدنا وعود كتيره وسابونا ايوب كان قال لنا ودخل معانا اكتر من مره وقال الكلام ده، بس طيب فين؟ مفيش حاجه. وهو الاسيس ايوب معانا دلوقتي. الاسيس ايوب انا برحب بقدسك معانا راعي كنيسه فرج جرجس الاقباط الكاثوليك بدلجه. قس ايوب مع حضرتك. اهلا اهلا بحضرتك. دلوقتي الاوضاع كده، يعني انا سؤالي احنا قدمنا استغاثات وحضرتك اتكلمت اكتر من مره، ودلوقتي الامور وصلت لجزيه وتهديد بالحرق تاني، فين القوات المسلحة والأمن لغاية دلوقتي والشرطة؟ احنا كمان في مفاجأة النهاردة، يعني مفاجأة غير سيئة، ما كنتش حد وتسابونا في مفاجأة ومش سامعة إذا كانت سيئة ولا غير سيئة، أنا مش عارفة يعني، ولا غير ساره مش عارفه يعني قدسك كنت بتقول لنا ايه. فمن فضلك انا عاوز اتصل بيك مره تانية، ويعني لحين التواصل مع قدس ابونا كان برضو في قلق على الاسره القبطيه اللي موجوده في بني سويف في الواسطه. حالة الأسرة القبطية المتهمة بإخفاء فتاة الوسطى لغرفة المشورة يعني لنفاذ مدة الحبس الاحتياطي. مستشار محمد تيمور قاضي المعارضات بمحكمة مستأنف بيبا بمحافظة بني سويف قال أجل نظر حبس زكي توفيق اندراوس والد الشاب إبرام المتهم بإخفاء الفتاة رنا، يعني الموضوع اللي لسه مخلصش، ووالدته سعاد أخنون
طيب وابن عمه بيتر بهيج إلى الغد وإحالة الأسرة إلى غرفة المشورة نظرا لمرور 155 يوم على حبسهم. يا جماعة مش معقول يكون في حاجة زي كده. البنت، أنا كل مرة هنقول الكلام ده أنا حاسة إني بكرر الكلام، يعني فين المحامين؟ فين الدنيا من حق هذه الأسرة اللي تتحبس كل الفترة دي؟ وبعدين وإحنا من إمتى بنحبس أسرة على أساس إن ابنهم متهم؟ يعني في إيه؟ ما إحنا ما سمعناش عن أي مرة قبل كده إن أسرة مثلا حد مسلم كان أخد فتاة مسيحية وأسلمها إن اتحبست مثلا. فايه اللي بيحصل؟ يعني في ثوره، في تغيير. الموضوع ده مهم جدا ايضا للمعنيين، يعني لكل النشطاء بقى، انه يعني في ايه؟ انتوا سايبين ليه اسره بتتحاكم حتى لو كان الولد ده متهم؟ الله، ما تجيبوا الولد، يعني انا مش قادره. وبالرغم من انه كلام كتير وكل التاكيدات بتقول ان البنت رايحه كانت اتجوزت واحد مسلم كمان، فايه ازاي يتم حبس هذه الاسره وانه خلاص خلصت مده الحبس الاحتياطي فكمان يعني نقلوهم لغرفه المشوره؟ يعني انا مش فاهمه على ذمه القضيه. طلعت رسمي محامي الاسره لوكاله الام سي ان بيقولوا انه يتوقع الافراج عن الاسره غدا على ذمه القضيه واحالها لمحكمه الجنايات. ايه اللي بيحصل؟ يعني ليه الأسرة دي بتدفع ثمن حتى لو كان، أنا بقول حتى لو كان فرضا إن ابنهم عمل حاجة، بيدفعوا هم الثمن ليه؟ فده موضوع برضو، موضوع الواسطة ده محتاج الاهتمام الحقيقة برضو. طيب نرجع تاني لقرية دلجة. قدس أبونا، قدس أبونا أيوب قدسك معانا على الهواء الآن، راعي كنيسة مرجرجس الأقباط الكاثوليك. في مفاجأة، إيه هي يا قدس أبونا؟ النهاردة في برنامج منشط مع الأستاذ جابر الجرموطي، السيد مدير الامن اللي لسه ما كملش 72 ساعه في المنيا، بدا يقول مع الاستاذ جابر ان الامور في بلده مستقره والدنيا هاديه واللي بتطلع وتدخل. فطبعا كان ده بيكبس صدمه لينا، وانا بقول له يا استاذ مدير الامن لسه ما كملش 72 ساعه، وكمان بيضيف ان ما فيش اي استغاثات راحت من بلده او بلاغات، رغم ان القاصي الداني عارف بموضوع بلده وكل وكالات الانباء وكل القنوات يعني اثرت الموضوع. السيد اللواء بيقول ان مفيش استغاثات او بلاغات راحت له من بلده. فانا بقول لسيادته يا سيد مدير الامن، يا سيد مدير الامن المنيا، يا سيد المنيا والسلام والسلام، حضرتك لو بتقول والدنيا مستقره في بلده والدنيا امنه، فلو سمحت ورينا على ارض الواقع، يتفضل افتح نقطه الشرطه بتاعتك في بلده. ارجوك لو انت بتقول الدنيا مستقره في بلده، ورينا هذا الامر على ارض الواقع، وتعالى افتح نقطه الشرطه من بلده. تعالى افتح مركز برمهات المكان التحالي ونهب السلاح اللي فيه، وتعالى افتح نقطة الشرطة اللي جاية، تعالى اوقف. طيب استاذ قدس ابونا، انا كنت سامعه ان الكلام ده كان عن حته ثانيه، بس انا يعني قدسك سمعته بنفسك ان هو ده مدير امن المنيا الجديد، ولا حد اثار الموضوع ده؟ لا، ده مدير امن المنيا الجديد حضرتك مع جابر البنوتي، وكان جابليه عمل مداخله احد الاباء عندنا من بلده. بالظبط اللي حصل في بلده، وبعدين السيد مدير الامن طلع قال ان لا، الدنيا كويسه في بلده والدنيا هاديه وغير مستقره. فانا بقول يا استاذ بيقول الدنيا مستقره في بلده، تعالى اسمع صوت عمل الشرطه، وتعالى حضرتك شرفنا في بلده، احنا نطرح وجودك معانا في الهيئه، واحنا نطرح معاك في بلده في الاول ودليل الامن اللي بلده فعلا يعني. وكمان كمان رد علينا حوالي اكثر من 50 اسره اللي سابت البيوت بتاعتها وسافرت بره البلده، وربنا يعني اللي حالتهم يمكن مش شايفين حتى الصوت الضروري. تعالى وريني الانتهاءات اللي بتفرض على الناس في بلده. تعالى اقول لسيادتك انا يا سياده المدير الامني ان احنا كلمنا يوم الجمعه الساعه 2 بالليل السيد وزير الداخليه اللي هو محمد ابراهيم، عشان في احد الاشخاص، احد البلدجيه الثلاثه والسياد، اعتدوا على شخص مسيحي عندنا في بلده، وكلمنا السيد وزير الداخليه الساعه 2 بالليل، وهو وعد انه هيكلم سيادتك في حل الموضوع، وسيادتك تقريبا يعني ما اهتمتش بهذا الموضوع تماما يعني. فانا بديك تعالى قول لي كلمه ازاي، وتعالى انا هحكم معاك بنفسي عشان نقول للناس ان احنا الكهنه كذابين، وان احنا الشعب المصري بلده كذابين، وما مش عاملين حاجه بلده خالص. لا ناس اتهجرت، لا واحد كان مكمل في الصبح في الشارع بعد ما نزل زي تاريخ، لا واحد اسمه هاني شريف عنده 27 سنه كان اختياره، ولا في 50 اسره اتهجرت من بلده، ولا في ناس عايشه في رعب من 2 3 7 وانتوا ولا هنا خالص يعني. طيب انا عموما بشكر قدسك قدس ابونا ايوب، وطبعا دي مفاجاه مش ظريفه بالمره زي ما حضرتك قلت، غير ساره بالمره، وانه كون مدير الامن يعني يدلي بهذه التصريحات، لا دلجه فيها مشاكل، والمفترض ان القوات المسلحه عارفه كويس، والمفترض ان هو يكون عارف، وان يكون كلام زي كده يتقال على الاعلام، وانه يشير كده الاتهام ان الكهنه مش بيقولوا الصراحه، ده كلام بصراحه محدش يقبله. واعتقد يعني انه
يعني ما ينفعش خالص يكون في حاجه زي كده. انا بشكرك وتسابونا ومحتاجين مجهودات في هذا الامر. طيب نظرا لان الوقت خلاص دهمنا جدا، انا الحقيقه عايزه ما اختمش قبل ما اعرض على حضراتكم الفيديو رقم 86. هذا الفيديو خطير للغايه، وفي ثواني، هو 57 ثانيه تقريبا. الحقيقه انه ايام الانتخابات الامريكيه فوجئنا بانه في كلام المناظره اللي كانت ما بين رامني وما بين اوباما، وهل تتخيلوا يعني هتتفاجئوا اعزائي المشاهدين بانه الاثنين كان رايهم ليه امريكا المفروض تضرب سوريا من قبل حتى ما يكون في اسلحه كيماويه ولا اي حاجه، ده في 2012. نستمع لهذا الجزء وبعدين نعلق عليه. Syria is an opportunity for us because Syria plays an important role in the Middle East, particularly right now. Syria is Iran's only ally in the Arab world. It's their route to the sea. It's the route for them to arm Hezbollah in Lebanon, which threatens, of course, our ally Israel. And so seeing Syria remove Assad is a very high priority for us. We need to make sure as well that we coordinate this effort with our allies and particularly with Israel. But the Saudis and the Qatari And the Turks are all very concerned about this. They're willing to work with us. We need to have a very effective leadership effort in Syria, making sure that the insurgents there are armed. And so everything we're doing in consultation with our partners in the region, including Israel, which obviously has a huge interest in seeing what happens in Syria, coordinating with Turkey and other countries in the region that have a great interest in this. أدركت خطورة الأمر وإنه الأمر مترتب له وإنه ليه في إصرار بالرغم من إنه في رايترز بتقول أوباما يوشك على خسارة تصويت ضرب سوريا ودعوات له بسحب طلب تأييد الكونجرس قبل الفضيحة. جهود البيت الأبيض لإقناع الكونجرس الأمريكي بتأييد القيام بعمل عسكري ضد سوريا لم تفشل فحسب بل زادت المعارضة صلابة. كان هذا هو التقييم أمس الأحد، ليس من جانب خصمه إنما من جانب مؤيد جمهوري قديم ومتحمس لخطة الرئيس باراك أوباما لمهاجمة سوريا، هو مايك روجرز رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب. روجرز قال لشبكة سي بي اس ان البيت الابيض خلق فوضى مربكة في المسألة السورية، واضاف اني متشكك شخصيا، لا توجد مؤشرات على ان اوباما قد يفكر في هذا، وانما ظهرت تكهنات بشان امكانية ان ترجئ الادارة اجراء تصويت في الكونجرس حين لم يستبعد وزير الخارجية الامريكي جون كيري وهو يتحدث في باريس عقب اجتماع مع وزراء خارجية عرب العودة الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة لتأمين الحصول على قرار بشأن سوريا. استبعد مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمي وفي وقت لاحق، وبيقول لقد أيدنا دائما العمل من خلال الأمم المتحدة، لكننا كنا واضحين بأنه لا يوجد طريق للمضي قدما هناك. واضح أن في ربكة فعلا بشأن الموضوع بالنسبة لسوريا. بيقال أن أوباما عرض في يوم السبت الماضي بعض الفيديوهات ونشرتها قناة العربية على أنها فيديوهات بتؤكد أنه استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية، لم تؤكد بالمرة بل كانت عبارة عن فيديوهات للناس المصابين جراء هذا الحرب الكيماوية أو جراء الضربة الكيماوية اللي كانت بغاز السيرين، فما كانش فيها أي شيء خالص خالص بيقول إن بشار هو اللي عمل كده. في ناس بدأت تقول إن الضرب الأسلحة الكيماوية دي جه من المنطقة اللي بيسيطر عليها الجيش السوري اللي هو جيش بشار. في ناس بتنفي، في أمور كده كتيرة فيها ردود أفعال غريبة، بس في آراء بتحاول تشير إلى إنه لو ما حصلش ضرب سوريا على استخدامها هذه الأسلحة الكيميائية دلوقتي، هيتم استخدام الأسلحة الكيميائية دلوقتي ضد كمان أمريكا والكلام ده. وده اللي عايز أوباما يوصله للعالم كله علشان ياخد القرار منفرد بإنه يضرب سوريا بحيث إنها بتهدد أمريكا. لكن الوضع كان واضح جدا من هذا الجزء اللي كان اتعرض الدقيقة اللي عرضناهم على حضراتكم، اللي بنشكر النشطاء اللي بدأوا ينشروهم على مواقع التواصل الاجتماعي، انه باختصار شديد جدا رأي مرشح الاثنين كان رأيهم كده، ميت رومني وأوباما. ميت رومني عن الجمهوريين وأوباما عن الديمقراطيين، والاثنين متفقين في هذا الرأي، بيقولوا انه سوريا هي الحليف الوحيد لإيران وهي طريقهم للبحر، الطريق لتسليح حزب الله في لبنان وتهديد من إسرائيل، إزالة الأسد من سوريا هي من أهم أولوياتنا. يعني حتى لو كان رومني هو اللي كان خد الرئاسة كان هو نفس الرأي بتاعه. يعني الوضع واضح أنه مترتب له سواء كان جمهوريين أو ديمقراطيين، والأمر ده خطير جدا. وبيقول كده يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع حليفتنا إسرائيل، السعودية وقطر لديهم اهتمام أيضا بذلك، والأتراك على استعداد للعمل معنا، ويجب أن نسلح المتمردين. ولما يطلع جون كيري
ويقول انه ناس بتساله طب انتوا هتضربوا ضربه جويه، لكن لازم يدعم هذه الضربه جيش على الارض، جيش بري، مين هيكون بيدعمكم؟ قال لهم الجيش الحر هو الجيش اللي تابع لينا. يا ربي، يعني الجيش الحر اللي دلوقتي بيقتل وبيعمل كل ده بشهادات كتير جدا من اللي عايشين في سوريا، بشهادة البنت اللي وقفت قدام ماكين بكل قوة وبتقول له ان القازن بتاعي اتقتل، واللي بيعملوا كل الاعمال دي الجيش الحر اللي تابع للقاعدة، هو ده الجيش بتاعكم يا امريكا على الارض في سوريا؟ اعتقد الموضوع ده منتهى الخطوره. يجي اوباما كمان في المناظره اللي كانت المناظره الرئاسيه دي يقول نفس الكلام، كل اللي هنقوم بيه بالاتفاق مع حلفائنا في المنطقه وعلى راسهم اسرائيل والتي من الواضح ان لديها فائده كبيره مما يحدث في سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وبلدان اخرى في المنطقه الذي لديهم اهتمام ايضا بازاحه الاسد. يبقى احنا كده عرفنا الحقيقه، والحقيقه دي متقاله من 2012، لا هي بقى اسلحه كيماويه ولا هي غيره. واعتقد ان عشان كده وعشان كل اللي بيحصل في مصر وعشان القلق وعلشان ان بيقولوا ان كان في مش عارف قنابل يعني لقوها في الحته الفلانيه وكان في مش عارف ايه، والقلق اللي حصل في مصر وفي سوريا وفي كل ده، الحقيقه يعني ان احنا محتاجين نرجع للرساله اللي ابتديت بيها كلامي معاكم، وانه كتير جدا من رسائل وفيديوهات كنا محضرين بعضها من صلوات، من صلوات للمطران يزجي كمان بيطلب بالصلاه من اجل المطرانين المخطفين اللي ما رجعوش، المخطوفان اللي ما رجعوش لغايه دلوقتي، من اجل كل المفاجآت اللي احنا بنعرفها دلوقتي، بنقول ان احنا محتاجين نصلي. المجموعه اللي صلت المئات الالاف اللي صلوا في الفاتيكان وبدعوه البابا فرانسيس، محتاجين ان احنا نضم اليهم في العالم كله، لانه ضرب سوريا يعني هيكون وراه أمور كتيرة هتحصل للعالم كله مش بس في سوريا. فمحتاجين ان احنا نقول ونأكد انه البابا فرانسيس قال انها صرخة السلام، انها صرخة تقول بقوة نريد عالما يسوده السلام، نريد ان نكون رجال ونساء سلام، نريد ان يكتشف مجتمعنا الذي شوهته الانقسامات والصراعات يكتشف السلام. لا للحرب ابدا، لا للحرب، لا للإرهاب. ده مش محتاج ان احنا بس نقوله في شعارات، مش محتاج ان احنا بس نصليه، محتاج ان احنا نرقع اكتر واكتر، ومحتاج ان احنا نترابط مع بعض ونتحد مع بعض. ويا ليت العرب اتحد يوما، ما كانش في اي حد هيحاول انه يقسم، ولا يعني زي ما انتم سمعتوا ان السعوديه وقطر والامارات وكل ده يعني ما فيش اتحاد، عايزين تضربوا سوريا اللي هي عربيه زيكم. كل ده الحقيقه محتاج صلاه ورقب الساجده اقوى من الجيوش الزاحفه. مشاهدينا بشكركم، وان شاء الله يا رب يكون في سلام وخير للعالم كله، وألقاكم إن شاء الله على خير يوم الأربعاء القادم.